موضوع ممكن البعض زي ما كنت بقول يتخيله انه موضوع بسيط، لكنه على ارض الواقع هو ابدا مش موضوع بسيط. بالعكس، ده ممكن يوقف المنظومه الطبيه كلها كده، المنظومه الصحيه دي كلها ممكن تقف. موضوعنا عن المحاليل الطبيه، المحلول ده اللي الناس ممكن تفتكر انه حاجه بسيطه، شويه ماء بملح. لا، ده لو مش موجود مفيش عمليه هتتم. على سبيل المثال مفيش غسيل كلوي هيتعمل. طيب السؤال هو ايه السبب في نقص المحاليل في المستشفيات؟ هل في سوق سودة كمان في المحاليل الطبية؟ مين اللي بيقف ورا هذه الأزمة؟ هل زي ما البعض بيقول الحكومة مش عارفة توفر شوية ماء بملح؟ هذا الملف نفتحه للنقاش الليلة في مساء القاهرة مع ضيوفي اللي منوريني في البرنامج، دكتور سليمان مصطفى أحد المساهمين في مصنع محاليل متوقف. أهلا بحضرتك، منورنا. مغلق أو متوقف، تمام. وأيضا دكتور أحمد عبد الرؤوف مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي في المنصورة، أهلا بحضرتك يا دكتور. ودكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أهلا بحضرتك يا دكتور مجدي. والدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أهلا بحضرتك يا دكتور ومنورنا. وخلوني أبدأ بحضرتك دكتور سليمان، صحيح كده في البداية، أولا إن المصنع بتاعكم اللي حضرتك أحد المساهمين فيه متوقف بداية كده يعني؟ هو حضرتك المصنع توقف يوم 26/7/2015، حصل مشكلة في ما هو عرف من أطفال بني سويف في مستشفى بني سويف العام، إن في أطفال، كان أطفال رضع يعني، تم يعني تشخيص ان المحاليل الطبيه كانت سبب في وفاتهم. الوفاه تمت الله اعلم لاسباب كثيره، لكن التشخيص اللي بعد كده اظهره قسم الاطفال في كليه طب الاطفال بني سويف قال ان هم عندهم التهاب سحائي هو سبب الوفاه. والطب الشرعي الى الان لم يفيدنا ان المتحدون كان هي السبب او المحاليل هي السبب. المصنع توقف يوم 26/7 وظل متوقف طول الفتره دي، وقعدنا نتجاوب مع كليه مع الاداره العامه لشؤون الصيدله للتفتيش على مصانع الادويه. اعقابهم اعقاب ما حدث الاطفال جم عملوا لجنه وراجعوا المصنع وعملوا قرار اسمه غلق اداري. يعني ما هوش غلق بسبب الوفاه بقى، غلق اداري. غلق اداري، ايه الفرق؟ طبعا الفرق ما فيش تهم الجنايه اللي عند الوقت. ما فيش تهم الجنايه اللي عند الوقت. تمام. غلقوه، بدعنا نعمل شكاوى ونعمل تردد عليهم. يوم 28/12 جت لجنه، يعني شوف حضرتك من 26/7 ل 28/12 بدات تيجي لجنه تشوف ايه اللي في المصنع. جت اللجنه وقعدت من يوم 28/12 ليوم 6/1 عملت تفتيش كامل على جميع كل ما في المصنع. على كود 2016، يعني احنا المصنع منشأ 2005. كان بقاله 10 او 11 سنه شغال. فبدأت اللجنة تيجي تراجع علينا وتدينا تعليمات للتعديل لكل ما هو في المصنع وفقا للجي ام بي بتاع 2016. عملنا كل التعديلات، طبعا ده كل المصنع ما فيش موارد، عمال واقفة، بديهم مرتب وهم قاعدين في بيوتهم، عندي التزامات بنوك، عندي التزامات مناقصات عليها غرامات، كل ده على كاهل المصنع. بدأ يجي التقرير اللي استلمناه اللجنة اللي جت يوم 28/12، استلمنا تقرير بتاعها يوم 28/3. يعني اللجنه بدات في 12 انتهت في اول واحد، التقرير استلمناه في اخر 12 اخر 3. استلمنا تقرير وبدانا نعمل خطه تعديل اكشن بلان على كل اللي تم. المصنع كله ده متوقف، خلصنا التعديلات وسلمناها. جت اللجنه راجعتها وبدات تيجي قالت لا ده في كام حاجه تانية لسه شغالين عليها. اشتغلنا وعملناها، جت الاداره العامه للتفتيش على المعامل التحليل بتاعه المصنع، تراجعوا حاجات وقالوا في بعض الاجهزه عايزه كالبريشن جديد، عملنا لها الكالبريشن، واحنا الحمد لله يعني متواصلين معاهم لعند امبارح والنهارده بنسلم مستنداتنا، ونتعشى ان شاء الله انه يكون في لجنه فنيه تراجع علينا وتدينا قرار فتح او المصنع نتعشى ذلك. بس هل صحيح انه في ضغوط مورست عليكم علشان المصنع يتباع لصالح احدى الجهات الاجنبيه؟ هو من يوم ما المصنع وقف البنوك، احنا في التزامات علينا للبنوك، فبدا الناس تعرف من البنوك ان المصنع المتحدون واقف، فبدا كتير من المنافسين شركات المنافسه يبعتوا ناس ان احنا نتفاوض على البيع باعتبار المصنع غنيمه بالنسبه لهم في الوقت ده، وعارفين ان احنا مزنوقين وعايزين ندفع للبنوك وعايزين علينا اعباء. فغنيمه فعلا. فغنيمه.
طبعا المصنع ده متكلف تقريبا 185 مليون جنيه سنه انشائه. النهارده ده يسوى قيمه حاليه مختلفه خالص. وفي مصانع تانية في مصر؟ في خمس مصانع زينا. حالتهم برضو ايه، متوقفه برضو؟ لا شغالين. منهم شركتين قطاع اعمال عام، شركه النصر وشركه النيل. طب لما المصانع التانية شغاله، احنا عندنا ازمه محاليل ليه في مصر؟ لان احنا كنا بنغطي تقريبا، احنا السوق المحلي كنا احنا بنغطي 60% منه. المصنع بتاعكم انتوا حسب السوق المحلي، لان الشركات التانية متجهه للتصدير، احنا كنا كله سوق محلي، ما كناش بنصدر الا حاجات قليله قوي. يعني شركه النصر والنيل عندها خطه تصديريه كبيره وشغاله كانت عليها، فما المتحدون وقفت وقف التصدير هو دلوقتي، ورغم كده مش مكفي السوق المحلي. كمان يعني الاربع مصانع التانية اللي شغاله، اللي منها اتنين قطاع عام، مش مغطين السوق المحلي، لانه الاتنين قطاع العام هدفهم الرئيسي التصدير. يعني كان من اهدافهم. كمان حضرتك، احنا يوم ما طلع قرار غلق المصنع، ليا بضاعه متحرزه الى الان موجوده في المخازن ب 13 مليون جنيه متخزنه. انما لعلمنا الاسبوع ده اهو، انه اللجنه الفنيه بوزاره الصحه طلعت قرار ان كل المحرز لدى المخازن يتم اعدامه بدون اجراء تحليل. كل اللي متحرز يتم اعدامه ب 13 مليون جنيه. ده ممكن يعمل تحليل وممكن يعمل تاكيد ان الحاجات دي وحشه ولا بايظه، لان المصنع ده اصلا شغال بقاله 10 سنين. اشمعنى بقت الحاجات دي كلها بايظه النهارده؟ اعمل تحليل ليها واكد انها صح ولا غلط، لو غلط كلها تتعدم، محدش هيتكلم في دي ولا كلمه واحده. لكن انك انت تعدم 13 مليون جنيه والسوق نفسه متعطش بشكل غير عادي، والعيان المصري حضرتك لو رجعت تذكره العلاج لاي عيان هتلاقي ازازه المحلول متعمل عليه ب 30 وب 25 جنيه اقل ازازه محلول. يعني الوقت بقت العبء مش شركه واقفه واصحابها بيغرقوا، لا ده بقى العيان المصري الغلبان بيدفع الفاتوره على مستوى مصر كلها، ده ان لقى المحلول اصلا يعني. فاحنا نتعشى من يكون اللي احنا عملناه الوزاره تتقبله او الاداره العامه لتفتيش المصانع تتقبله، يفتحوا المصنع عشان نقدر نشتغل ونطلع من الكارثه اللي احنا فيها. لكن في نقص محاليل في السوق المصري. طبعا. حضرتك تؤكد ذلك. انا اؤكد واسمع من كل الناس. تمام، احنا عندنا اهو دكتور احمد عبد الرؤوف مدير مركز جراحه الجهاز الهضمي في المنصوره، ويعني حضرتك وانت تعمل في المنصوره، في يعني هي قلعه الطب في مصر، بتعاني من ذلك؟ تعاني من نقص المحاليل؟ بيبقى عندك عمليات المفروض تتعمل، عندك جراحات المفروض تدخلوها، ويبقى ده مش متوفر بسبب انه ما عندكوش محاليل في المستشفى؟ أزمة المحاليل لا تخفى على احد في مصر كلها، وطبعا في المنصورة زي ما حضرتك بتقولي قلعة الطب في مصر، احنا كلنا بنعاني من أزمة محاليل. وانا يمكن كلمت السيد رئيس الجامعة، الكلام ده كان يوم الجمعة، وقلت له انا هضطر غالبا ان انا اوقف العمليات عندي لان مفيش عندي موجود محاليل. وصلت الأزمة لدرجة ان احنا بدأنا نجيب من السوق السوداء بعد ما استنفذنا كل الوسائل بصراحة. يعني احنا كلمنا بالطرق الاداريه العاديه، بدانا نلجا للمستشفيات اللي حوالينا على اساس ان هم يسلفونا لحد ما يبقى متوفر عندنا محاليل، ولكن للاسف اكتشفنا ان كل المستشفيات محتاجه، ما فيش حد عايز يدينا محاليل الا بكميات ضئيله جدا. فهي مشكله مش عندي بس، المشكله موجوده عند كل المستشفيات اللي موجوده حواليا. اضطرينا ان احنا نشتري على حسابنا محاليل عشان ما اوقفش العمليات اللي عندي، المرضى اللي موجودين في العنايه المركزه، مرضى زراعه الكبد. يعني يمكن المشرف على زراعه الكبد دكتور محمد اضطر ان هو يشتري برضه كمان على حسابه محاليل ويخزنها، عشان انا يعني بشتغل زرع كبد يومين في الاسبوع. لا تتخيلي مريض زرع الكبد بيحتاج كميه محاليل قد ايه، عمليه بتقعد مش اقل من 12 ساعه، بتعتمد اساسا على المحاليل، يعني بالنسبه له المحلول ده يساوي حياه، مفيش حاجه ثانيه. وبالتالي انا فعلا كنت بسبب مشكله نقص المحاليل كنت مهدد ان انا اوقف الشغل موجود عندي في المستشفى، واستيل لحد دلوقتي الازمه قائمه وما اتحلتش. الشغل اللي في المستشفى؟ طبعا. الشغل يعني ده العمليات يعني؟ العمليات ده مش شغل عادي، ده العمليات. يعني ممكن تبقى في عمليه بترتب عليها حياه او موت تتوقف عشان ما فيش محاليل. طب انا استنفذت كل الوسائل، يعني كل الطرق الممكنه وغير الممكنه، لدرجه زي ما بقول لحضرتك انا بشتري من على حسابي من السوق السوداء وبسعر، طبعا اذا كان ازازه المحلول 8-6 جنيه ونص مثلا، ده السعر الرسمي بتاعها، احنا بنجيبها ب 25 جنيه، بشتريها ب 25 جنيه عشان اقدر اوفر. انا غصب عني يمكن اشتكيت لرئيس الجامعه اكتر من مره، ويمكن دوشته بالتليفونات اكتر من مره، وصعدنا الموضوع للسلطات اعلى والجهات اعلى، وهم وعدونا بحل المشكله، بس ستيل لحد دلوقتي فعلا الازمه قائمه. الازمه قائمه. سياده النائب،
الأزمة قائمة، ويعني الدكتور بيقول لنا يعني أنه بيوقف الشغل اللي هو العمليات، يعني بيوقف العمليات عشان ما فيش محاليل، وأحيانا بيضطر يشتري من السوق السوداء علشان يمشي الأمور. لا دكتور أحمد، لو وقف العمليات مفيش مشكلة، ولو كلنا وقفنا العمليات مفيش مشكلة. يعني إيه مفيش مشكلة؟ ما أقولك، لكن لو في حادثة ومحتاجة محاليل ومحتاجة حاجات زي كده، طوارئ، قصدي حالات الطوارئ، حالات الطوارئ دي أجيب لها منين محاليل وأنقذ حياته إزاي؟ لأنه زي ما الدكتور أحمد بيقول، المحلول بيساوي حياة، مش شويه ميه وملح، لا ده بتساوي كتير قوي، يعني بتساوي كتير قوي قوي بالنسبه للعيان، ولايف سيفنج احيانا كثيره جدا في حالات كتير. لو انا بوقف عمليات واعمل عمليات براحتي ما، لكن لو جالي حالات طوارئ وحالات محتاجه وحالات ما عنديش محلول، احنا في كارثه. احنا طبعا في كارثه وفي ازمه، الاثنين مع بعض. لا وبنكتشف حاجه جديده، يعني انا عارفه السوق السوداء بتاعت الدولار، اول مره اعرف فيه سوق سوداء بتاعت محاليل طبيه. لا طبعا في، ما انا يعني دي معلومه جديده بالنسبه لي. لا لا لا، في دكتور احمد كبيرة طبعا. بصوا حضرتك، في ويمكن هيتوضح الكلام ده، الدواء ومنهم لو اعتبرنا المحاليل دواء بيطلع من مصنع بياخده موزع او مخزن، بيروح للصيدلي، بيروح للعيان، دول الاربعه شركاء في اي دواء. فاللي بيلعب النهارده في النص الحقيقه الموزع او المخزن او اللي بيخزن ويوزع بقى ويعطش ويسقي. ليه؟ لانه بياخد حاجات ويخزنها ويبدا يوزع. الدكتور احمد مزنوق هيخليه ب 25، طب مزنوق هيخليه ب 30، طب مزنوق هيخليه ب 40، لان انا ما عنديش اللي كان بيغطي ال 60% من الانتاج المحلي للمحاليل، وقف خلاص، وقف بقى له سنه ونص. القضيه الحقيقه كلها في ايه؟ البيروقراطيه. يعني لو ان البيروقراطيه رجل لقتلته من زمان وريحت نفسي، ومصر مش هتتقدم، لقتلناه كلنا، مش هتتقدم لقتلناه كلنا الا بقرارات يعني نقدر نسميها ثوريه في كل ازمه. النهارده انا محتاج قرار، هذا المصنع اللي بينتج 60% لو انتج هيوفر لي محاليل، طيب هذا المصنع اذا كان الجرم اللي اجرمه ما يخليش المصنع ده يشتغل تاني، خلاص انا بقفل المصنع وامسك الجماعه بتوعه اعدمهم واوديهم واعمل اللي انا عايزه. انما لو اقعد بقى ورقيات واصله ما استكملش الحته دي، واصله مفيش في العالم كله، على فكره اللي حصل مع المتحدون حصل قبل كده مع لاكتو مصر في سنه 2008، المصنع الالباني الوحيد في الشرق الاوسط ساعتها اللي كان كافي انه ينتج البان اطفال محترمه عشان ما نخشش في ازمه الاطفال اللي دلوقتي، كان في مصر، ووقف سنه 2008 عشان كان في كام عينه مزنخه. وعلى فكره اللبن ممكن من حفظه في اي مكان في العالم يزنخ، لكن مفيش حد في الدنيا لما اللبن بيزنخ يقول لك وقف المصنع. العينه اللي طالعه او التشغيله اللي طالعه انا ممكن اتصرف فيها زي ما انا كيفما شئت، واشوف المصنع يقدر يكمل البروسيدور بتاعه، يقدر يكمل انتاجه ولا لا. اشتغل يا استاذي في مصنعك وانتج للناس عشان ما تعمليش ازمه، واشوف العينه دي او الـ او الـ او التشغيله دي، الباتش ده وضعه ايه؟ غرامته ايه؟ عقوبته ايه على الناس صحاب المصنع؟ اعمل لهم ده اجراء وده اجراء. انما لكن ما خليش السوق يبقى متعطش للمحاليل، مش فكره السوق، القرار بغلق حاجه دي قرار كبير، يعني قرار كبير جدا. لكن هي الفكره ايه؟ يقول لك عشان ما حدش يدوشني ويرجع يسالني ويرجع يقول لي الله المصنع ده كان عمل في بني سويف وعمل في، فانا اوقف وريح دماغي واكمل، او ما يحصل والناس كارثة مش هيحصل بقى. ولما يحصل كارثه يبقى كلنا بقى. الحقيقه انا كلمت السيد وزير الصحه ووجه التوجيه للمسؤولين عن الرقابه على المصنع، وقالوا ان في بعض الاوراق او الورقات، الكلام ده من شهرين، وبعدين رجع قال في خلال اسبوعين هيشتغل. الاسبوعين بقى دلوقتي شهر وشويه. النهارده كنت مع المسؤول عن الاداره المركزيه للصيدله دكتور رشا، ومن ناس كويسه والمجتهده، لكن برضه مساله مين يشيل المسؤوليه. يعني النهارده بتقول قلتها انا اشيلها يا فندم، شغالي وانا اشيلها، اتسجن بس الناس دي ما تموتش. يعني انا اتسجن مفيش مشكله خالص، بس الناس اللي بتموت يوميا ما تموتش. احنا في ازمه حقيقيه ومحتاجين قرارات سريعه جدا. السيد رئيس الوزراء وصلت له حضرتك مشكله ان المصنع، ما كنتش اعرف اسمه حتى المصنع ايه، لو في مصنع بينتج 60% واقف يا فندم، دي يعني اقدر اعتبرها امن قومي، امن قومي، قضيه امن قومي بجد اذا ما تحلش فيها بسرعه جامده جدا. احنا انا هي مع احترامي طبعا لاصحاب او المشاركين في المصنع، مش هي دي قضيتنا، قضيتنا المواطن اللي بيموت بالزبط. المواطن محتاج، قضيتنا المستشفى اللي هيوقف عمليات، الكم عميان اللي هيتاذوا من توقيف العمليات في المستشفى ده وفي المستشفى ده وفي المستشفى ده،
لا يعادلها قرار جريء يتخذه صاحب مسؤولية الحقيقة علامة استفهام. يعني احنا الموضوع كله متوقف عند قرار جريء. قرار حاجة قرار بإيه؟ قرار ثلاث قرارات. يعني قرار بحاجة بإيه؟ المصنع ده لا يصلح خالص وأستورد. أنا وقفت التصدير ما انفعش، يبقى استورد كمية كبيرة جدا تغطي لي، والمصنع ده خلاص بنلغيه ونعتبره راح، وال 185 مليون ربنا يعوض عليهم ويستثمروا في حتة تانية يمكن يجيب لهم حاجة كويسة، زي الراجل صاحب مصنع لكتو مصر ما قفل وسافر وساب المصنع وخلاص، وكده متكلف مليارات وخلاص وهيستثمر في حتة تانية. احنا لا نشجع استثمار في الأدوية، الأدوية والصناعات الدوائية في مصر بتحتضر وبتنتهي. حضرتك بتقول كلام خطير. طبعا هو ده الأدوية والصناعات الدوائية في مصر تحتضر وبتنتهي. طب والقطاع العام بالذات على وجه التحديد في مصر بيضرب في مقتل دلوقتي، كله بيخسر، كل شركات. ايه اللي بيحصل؟ ما هو لازم نقف وقفة. انا انت عارف حضرتك الدواء ده يعني ايه؟ يمكن حال الدواء ده يعني ايه؟ الدواء ده تاني سلعة بعد تجارة الأسلحة كمصدر رزق. انا بصدر النهارده ب 300 مليون بره، الاردن ب 3 4 مليار، السعوديه ما اعرفش ب 3 ب 5 مليار، حاجات زي كده. انا مصر يعني سنه 39 بدات بشركه مصر للادويه ايام ما كان الشرق الاوسط وافريقيا ما تسمعش عن حاجه اسمها صناعه ادويه. النهارده انا بصدر ب 300 مليون والعالم بيصدر بمليارات المليارات، وانا رجعت ورا كتير قوي. لازم نقف ونشوف هذا الامر الحيوي، واحنا عاملين يعني جهدنا في البرلمان وطالبين لجنة تقصي حقائق في مسألة الأدوية وما فيها والمافيا اللي فيها واللعب اللي فيها والمخازن اللي فيها والأدوية اللي من تحت بير السلم والأدوية المنتهية الصلاحية وكل مشاكل الأدوية لازم تتفتح. في هذا الملف دكتور مجدي مش كده؟ طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق. أنا سمعت إن كان في طلب لجنة تقصي ولم يطرح على اللجنة ولا على المجلس. كتير واتكلمنا فيها. طلبات الإحاطة أصلها بتسأل وبيرد على حضرتك يعني استفسار، إنما لجنة تقصي حقائق دي اللي هي لجنة زي موضوع الأمن. كل وسائل الرقابة الممكنة في دولة مصر بتسخر لهذا الملف. يعني بدأتوا فعلا في إجراءات، طلبنا من اللجنة لكن لسه مفروض هيئة المكتب في المجلس هترد علينا إن شاء الله في دور الانعقاد اللي جاي لازم هتتشكل. دي الحقيقة احنا مش عايزين غير ان احنا نعمل نوع من الاستقرار في سوق الدواء. بالظبط. انا ممكن ألعب في كل حاجة لكن ألعب في صحتك وفي صحة المواطن لا. ده دور مهم. يعني انا ممكن اكسب من كل حاجه لكن اكسب من صحه المواطن لا. طب خليني اروح لاحمد سياده النائب دكتور مجدي خرشد مرشد بعتذر قال كلام خطير جدا، بيقول ان صناعه الدواء في مصر تحتضر. حضرتك موافقوا على هذا يعني الكلام الخطير جدا؟ صناعه الدواء في مصر تضرب في مقتل ولكنها لا تحتضر. تحتضر أنها الأسباب الطبيعية، لكن هناك مافيا للدواء تريد أن تسلم مصر لجهات خارجية تسيطر على الأمن الدواء القومي. الأمر أخطر بكثير من أن احنا نتناوله في برنامج واحد. احنا بنأكد أن صناعة الدواء في مصر أمن قومي، حضرتك قلتها، دكتور مجد قالها، كل المهتمين بهذا الشأن يعلمون أن صناعة الدواء أمن قومي. تمام. يجب أن يتكاتف الجميع لكي نحمي صناعة الدواء وأمن الدواء القومي. مين اللي بيضربوا في مقتل؟ هناك مافيا لا تخفى على أحد، إما أن نقولها صريحة أو ندفن رؤوسنا في الرمال. لا نقولها صريحة. نقولها صريحة، نقول من المسؤول الآن عن تلك الأزمة التي تضرب مصر من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها. النهاردة مصر كلها لما يبقى الدكتور احمد عبد الرؤوف وهو مدير لاحد قلاع الطب في مصر ويقول انا مهدد ان انا اوقف العمليات، لما يقول الكلمه دي وزير الصحه لا يجب ان يكون موجود بكره، لما يقول الكلمه دي لازم وزير الصحه يقال النهارده، لما يقول الكلمه دي انا قد اسامح وزير الصحه انه مش عارف يصنع مشتقات الدم، نقول ان في تقنيه مش عارفها، مش عارف يجيب شركه اجنبيه. والنهارده انا عندي الدكتور مجدي مرشد يعرف هذا الكلام، عندنا 16 طن دم تكفي ان احنا نعمل مش اكتفاء ذاتي في مصر، في الشرق الاوسط من كل مشتقات الدم. النهارده مصر مش بس عندها ازمه كبيره في المحاليل، عندنا ازمه كبيره في المحاليل والالبان والادويه ومشتقات الدم والامصال واللقاحات، في حين اللي احنا عرضنا على هذا الوزير ان احنا نجيب له بدل الشركه 2 و3 من كوريا واسبانيا علشان نصنع هذا الدم المرمي من سنوات في الشركة القابضة للأمصال واللقاحات ونحمي مصر
من كارثه حقيقيه بتضربها الان مش بس في المحاليل، في مشتقات الدم، في حين ان احنا دوله بتعاني من نقص الدولار وبنستورد مشتقات دم باكثر من مليار دولار، مش مليون، مليار. هذا الوزير قد اسامحه انه فاشل، ممكن يبقى فيه عندنا وزير فاشل فنسيبه، لكن يبقى وزير مش عارف يصنع لنا ميه بسكر وميه بملح ويقعد لسه على كرسي الوزاره، ده تهريج. ايوه المشكله فين؟ انا عايز افهم المشكله فين؟ يعني الوزير هو صاحب المشكله. انا اقول لحضرتك بس حضرتك، احنا دايما كنقابه صيدله لا نحب ابدا ان احنا نكون طرف من اطراف المشكله، دائما نكون طرف من اطراف حل المشكله. واحنا عندما ضربت مصر ازمه المحاليل تحركنا على عده اتجاهات لجاي نحل كل مشكله، والدكتور مجدي شاهد على هذا. اولا تدخلنا لمنع اي تصدير للمحاليل للخارج، وقد كان الان مفيش علبه محلول بتتصدر للخارج. طب لو مفيش علبه محلول بتتصدر للخارج وعشان نوفر محاليل ليه المستشفيات عطشانه؟ عندنا عجز في لما يكون مصنع. انا اقول لحضرتك حاجه، هل هذه اول مره يكون في خط انتاج فاسد؟ لا طبعا، ياما ده في شركه دواء مالتي ناشونال بديلت دوايين اطفال، حاطط ده في ده وحاطط ده في ده ولم تغرم جنيه واحد. يعني يعني ايه حاطط ده في ده؟ مش فاهم. يعني حاطط ميكس اب، عمل حاجه ميكس. لا يا ريت حاطط ابي مول بدل فنتولين وفنتولين بدل ابي مول وعادي ومرض. دي كارثه. دي كارثه طبعا. كارثه ده ممكن تؤدي ايه يا دكتور؟ ولم تغرم هذه الشركه. ممكن بعد اذنكم ده يؤدي لايه؟ لا يعني انا بدي دواء غير فعال ما بيعالجش المرض. يا فندم ده كارثه. فنتولين ده بتاع الحساسيه مش كده؟ تزوير يعني. انا بدي مثلا بغض النظر عن الدوايين، دواء دلوقتي كارثه. انا بنقص هذه الشركه لان لها نفوذ. انا بقول ان هذه الشركه لها نفوذ لم تعاقب بغرامه جنيه. النهارده لما هنفترض ان مصنع المتحدون اخطا، نعاقب المصنع ولا نعاقب الشعب؟ طب انا اتحدى ان يطلع وزير الصحه بالتحقيقات الرسميه ضد هذا المصنع. انا مش بدافع عن مصنع المتحدون، لكن بدافع عن امن قومي. لما اكون النهارده عارف ان هيحصل كارثه احط الحل قبل ما احط العقاب، صح ولا لا؟ طب الباتش طلع، باتش الدواء هو راح البني سويف بس؟ ليه الكارثه حصلت في بني سويف بس؟ هو ده اللي عايزه يعني. باتش ليه ما راحش في اسيوط والقاهره واسكندريه يعني وغيره؟ يعني الباتش ده عاوز افهم يعني. انا عاوز اقول لحضرتك في تحضيره، حضرتك تحضيره 8000 ازاز. يعني لو في طفلين او ثلاثه ماتوا من ثلاث ازايز، طب فين بقى ال 8000 اللي ماتوا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، المصنع شغال بقى له 11 او 12 سنه، فين بقى بيعمل كل سنه حوالي 40 50 مليون ازازه؟ يعني شوف ولو عاقبت يا فندم، مين هم بقى دول؟ مين على مين على مين مات في المدى ده؟ عندما اعاقب الشركه ولا اعاقب شعب مصر باكمله. لكن انا عاوز اقول لحضرتك المشكله مش في المصنع المتحدون، المشكله ان في خطه ممنهجه ان مصر تتباع، ان كل قطاع الدواء في مصر يتباع. انا من 10 سنوات كان قطاع الاعمال اللي بتملكه الدوله كان بيمثل 60%، النهارده بيمثل كام قطاع الاعمال؟ 4%. عندي وزير صحه فاشل مش قادر يحافظ على الامن الدواء القومي، وقال بالنص ان انا هعرض شركات قطاع الاعمال للبيع في البورصه، واحنا قلنا له على جثثنا. فانا بقول لحضرتك لما ظهرت الازمه تحركنا على عده اصعده. اول حاجه منعنا التصدير، ثاني حاجه رحنا لشركات قطاع الاعمال وقلنا لهم احنا كنقابه صيدله تحت امركم عاوزين نساعدكم على تطوير العمل وعلى زياده الانتاج. وعلى سبيل المثال شركه الناصر كانت بتنتج 2 مليون عبوه في الشهر، خلاناها تنتج 2.5 مليون عبوه. لكن انا لما اقول لحضرتك ان الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه وقفت تتفرج ومصنع النيل، انا بقول بالاسماء، في قطعه غيار بايظه، فقدموا موافقه للاداره المركزيه انهم يستوردوا قطعه الغيار دي. تصور الموافقه دي هتترمت كام في الاداره المركزيه؟ رمت في الادراج 4 شهور. المصنع ما صنعش عبوه واحده. دكتور مجدي عارف هذا الكلام، وساب رئيس الاداره المركزيه ما عاقبوش. ليه؟ لان في مؤامره ان المصنع ده اتقفل واتعرض في البورصه عشان تشتريه جهات اجنبيه لتدمير صناعه الدواء المصريه. انا بقولها علنا، هذا الوزير يريد ان يدمر صناعه الدواء في مصر، وهذا الوزير يجب فورا اقالته. يا ريت يا جماعه بس نشوف حد من المسؤولين في وزاره الصحه، محتاجين رد من وزاره الصحه على هذا الكلام الخطير جدا. انا بقول لحضرتك
مصر كلها عارفه ان في ازمه محاليل. شخص واحد في مصر بيطلع في التلفزيون وفي الاذاعه، في الاذاعه حتى في الاذاعه لما اتكلمت انا في الاذاعه رد عليا في الاذاعه وفي الجرايد وفي كل وسائل الاعلام يقول ان مصر ما فيهاش ازمه محاليل. في حد في مصر غير وزير الصحه بيقول ان ما فيش ازمه محاليل؟ واحد بس. احنا هنفتح التليفونات دلوقتي للناس تتكلم وتقول كل حد عنده يعني معلومه عن هذا الموضوع يشاركنا في الكلام. اتفضل. بيحاول ولما بيتقال له ان في ازمه بيحاول يحلها، لكن هي القضيه انه برضه احنا البيروقراطيه اللي بتواجهه والكلام اللي بيتقال واللي يا فندم ايوه بيتقال له على مسؤوليه مين حضرتك لو خدت هذا القرار بفتح هذا المصدر. ما هو انا دكتور مجدي هيبقى في مشكله كبيره جدا. دكتور مجدي نسمع بعض يا فندم عشان تعرف حضرتك والمشاهدين يعرفهم الكارثه فين. اتفضل. ثالث حاجه احنا عملناها قلنا احنا نتولى احنا كنقاب الصيادله مع ان دي مش دورنا نهائي، بس احنا خايفين. هو دلوقتي حضرتك بتقولي نقاب الصيادله، انا دلوقتي لو روحت الصيدليه وعاوز اشتري محلول هلاقي صيدليات صيدليات اذا كانت المستشفيات ما فيهاش صيدليات فيها. انا اقول لحضرتك اساله للدكتور احمد. انا اسمع اسمعيني حضرتك. انا اقول لحضرتك الاهم عملنا ايه؟ سخرنا نقابات الصيادله مع ان ده مش شغلنا، ان احنا نساعد والدكتور مجدي شاهد على هذا الكلام. شركات القطاع الاعمال ان احنا نوزع حصتها بالتبادل عشان وزعنا على مستوى مصر، شفنا احتياجات كل المستشفيات، كنا متواصل مع كل المستشفيات وكل الصيدليات بحيث ان احنا ناخد الادويه ونوزعها من خلال نقاباتنا مع ان ده مش شغلنا، علشان نحمي المريض المصري، عشان نضمن ان كل مستشفى محتاجه توصل لها. يطلع الوزير بنفسه مع ان ده مش شغلته يطلع يدي امر لرئيس الشركه القبض دكتور عادل عبد الحليم لابد من ابعاد نقابه الصيادله عن توزيع المحاليل فتتفاقم الازمه. بعد ما كنا احنا بنوزع عارفين نواقص فين، عارفين كل مستشفى ناقصه نمديها، تم ابعاد نقابه الصيادله فتتفاقم المحاليل. ليه تتفاقم المحاليل؟ انا اقول لحضرتك بقى السر اللي محدش عاوز يقوله، ان هناك نيه صادقه ان بيع شركات قطاع الاعمال لشركات اجنبيه زي ما اتباعت قبل كده شركتنا، وزي ما اتباعت قبل كده الشركه الوحيده اللي بتنتج اورام لشركه اجنبيه، وزي ما اتباع ابسي، وزي ما اتباع الكان، وزي ما اتباع غيرها وغيرها وغيرها، والان جاء الدور على قطاع الاعمال ليباع وتفقد مصر حتى ال 4% التي ما زالت تملكها في صناعه الدواء في مصر. احنا اكبر من كده. والوزير اللي مفكر انه هيبيع البلد احنا بنقول له احنا مش هنسمح ببيع البلد. عايز اقول سؤال واحد بس بصفتك ممثل نقابه الصيدله، انت قلت لي انت اتصرفت مع شركات قطاع الاعمال وحاولت تتواصل مع وزاره الصحه، انت عملت ايه كنقابه صيدله فرعيه في الصيدليات والاجزخانات اللي عماله بتخزن المحاليل ومخازن معروف الاماكن بتاعتها وبتبيعها في السوق السوداء، انت ليه ما تدخلتش في الصيدليات دي؟ ده دورك الاساسي مش دورك انك تتدخل. انا بقول لحضرتك الصيدليات ما فيهاش علبه ده. انا لا فيها. انا صيدليه الامين العام لنقابه صيدله مصر فيها خمس علب. احنا قلنا على الهوا وبقول على الهوا في مخازن مخزن باسكندريه. انا اقول لحضرتك مصر باسكندريه عايشه كل واحد. هل الوزير لا يعلم من يدير السوق السوداء؟ لو كان لا يعلم فهذه كارثه، ولو كان يعلم ولا يتحرك فهي مصيبه عظمى تستوجب اقامه. يعني حضرتك بتؤكد ان انا قلت على الهوا مصنع باسكندريه؟ بس عشان نسمع بعض يا جماعه، بس نسمع بعض بعد اذن حضراتكم، بس عشان اختم بس مع حضرتك. مفيش صيدليه فيها محاليل دلوقتي خالص. في 3 4 عيال. اتفضل يا دكتور. عايز اقول لحضرتك لو المصنع اخطا في مسؤول عن الانتاج، يعني احد المصانع اللي ممثله لينا من 6 سنوات 7 سنوات حصل فيه مشكله، المصنع استمر والمسؤولين مسؤول الانتاج اتاخدوا وتحاسبوا وتعاقبوا وخدوا عقوبته، لكن المصنع يشتغل. دي نمره واحد. نمره اثنين، انت عايز شاكك في منتجي، هات مندوبين ثابتين من اداره العامه للصيدله يفتشوا على كل باتشه ما تنزلش السوق اللي هو ما يقول لي نزلها السوق، بس اشتغل. لكن الحل مش ان انا اقفل وبس واسيبك في الطل كده 5 6 7 8 شهور وبقى انا اجي ابص عليك، واسيبك بعدها 3 4 5 شهور واجي ابص عليك. ده يعني ده في انهي استثمار؟ في انهي دوله يكون؟ طيب احنا 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 شخصنا الحاله وعرفنا ان احنا عندنا ازمه خطيره وواصلين فيها لمراحل خطيره، مراحل يعني الدكتور احمد بيقول ان انا بوقف الشغل بوقف العمليات علشان ما فيش محاليل، وسياده النائب دكتور مجدي مرشد بيقول وبيأكد انه لا ده يعني
مش مشكلة دي، ده المشكلة الأكبر لو حصلت حالة طوارئ، لو حصلت حادثة، لو حصلت كارثة هعمل إيه؟ ومفيش محاليل. لو رجعتي تذكرة علاج أي عيان في أي مستشفى هتلاقي إزازة المحاليل محطوطة عنه ب 30 جنيه. أعتقد. يعني لو بياخد في اليوم 5-6 ازايز انت عارف حضرتك بيطلعها من المصنع بكام؟ 2 جنيه و40. لا خلاص لا انتهت خلاص. يعني ازازة المحلول انا بطلعها ب 2 جنيه و40 قرش عشان الصيدليه تبيعها ب 3 جنيه و60 قرش، عشان الموزع ياخد رغم ان دي التسعيره بتاعت 2005 تمام، والخامات زادت من 2005 لدلوقتي قد ايه، وبرضه بنبيعها بالتسعيره لان ده مسعر جبري. وده كله مش قادرين نشتغل. هيبقى ب 4 جنيه ونص. ما عندنا ثمن؟ هيبقى ب 4 جنيه ونص. مع بعض بعد 20%. بقى ب 4 جنيه ونص. ما جربناهاش بس. ان شاء الله نجربها. عايز اجرب. حتى 4 جنيه ونص برضو. طبعا. ما انت حضرتك عارف البلاستيك الجرانيول زي احنا الطن ب 17,000. طيب احنا شخصنا الازمه. الحل ايه؟ الحل ما انا قلت لحضرتك الحلول، الحل يا اما استيراد سريع جدا ليغطي الاحتياج. يا الدولار ناقص. واحنا ما فيش دولار وما فيش حاجه ودي ازمه ثانيه خالص. لا مشكلة. يا اما البت في هذا المصنع اذا كان هو ده بينتج 60% يبقى البت فيه مش فورا، امبارح مش بكره. وبعدين ياخدوا بقى المسؤول ويحبسوه ويسجنوه يعملوا اللي هم عايزينه والناس تاخد محاليلها. ملهاش حلول اخرى. بالظبط. ملهاش حلول اخرى. وفتش عليها على كل ازازه تطلع فتش. وانا مش عايز اقول برضه يعني انا الحقيقه يعني دكتور احمد قال كلام شويه، انا مش عايز اقول ان في حد يقصد انه يأذي، يعني مستحيل وزير هياخد قرار وهو عارف القرار ده بيأذيه سياسيا او بيأذيه. حضرتك شايف انها ازمه مقصوده، تعطيل قرار، هل قرار غير مدروس، غير مدروس او تعطيل قرارات. يعني انا عايز اقول لحضرتك اصلا قرار القفل ما خدوش الوزير ده، خدوا الوزير هو الوزير السابق وكلاهما على فكره. والوزير السابق في حلقه على الهواء دخل قال احنا كنا اكثر شده على المصنع وقفلنا المصنع بالكامل، وكان الاوجب ان نقفل المستحضر بس او نسحب ترخيص المستحضر احيانا الخوف، وهو ده اللي كان المفروض. حالات الوفاه دي بتعمل فوبيا وذعر للمسؤول. فعشان ياخدها من قصرها يعني يروح قافل المصنع وقافل الدنيا خلاص، فالناس يعني تكتفي بان المصنع اتقفل واتخرب بيته واستريحوا، وفي نفس الوقت بعد شويه الاقي ما عنديش محاليل. هي دي القضيه. العالم كله ما بيقفلش مصنع، العالم كله بيحقق في واقعه لكن ما بيقفلش مصنع. وهل ثبت لديهم تماما ان المحاليل دي هي سبب وفاه الاطفال؟ احدى الشركات الكبيره. طب ما كان كل الاطفال اللي خدت محاليل ماتت. شركه المحاليل في المانيا السنه اللي فاتت اللي هي معروفه عالميا كلنا عارفينها، كان عندها باتش وما فيش داعي نقول اسمها، شركه دوليه كبيره مالتي ناشونال كبيره جدا، اتسحبت الباتش من السوق وتعمل تحقيق والمصنع ما توقفش ثانيه واحده. خطوط انتاج ده شركه رائده في الصناعه بتاعتنا في المانيا. يعني احنا مش احسن من المانيا في الاجراءات الاداريه. لا احنا متعودين ان احنا يعني نجلد الذات دايما. احنا بنجلد ذاتنا لغايه ما ندمر بس كمان في برضه يعني اعتقد ان من ضمن الحلول اللي المفروض ان الدوله تتبناها هو الاهتمام بشركات قطاع الاعمال. لازم الاهتمام بشركات يعني قطاع الاعمال. بس بمناسبه الدوله بس، يعني احنا من شويه كنت قاعده بقول يا جماعه هتقولنا حد من وزاره الصحه يرد على الكلام الخطير اللي قاعد يتقال على الهوا ده، اين الوزير؟ اين المتحدث الرسمي؟ حضراتكم اتصلتم يا جماعه بيهم؟ طيب زمايلي بياكدوا لي انهم اتصلوا بيهم اكتر من مره ومحدش بيرد. محدش هيرد يا فندم. بقول لحضرتك احنا عملنا الوزير الوحيد اللي بيقول ان مفيش ازمه محاليل. بقول لحضرتك الوزير هو سبب الازمه. بقول لحضرتك الوزير الوحيد اللي عارف كويس جدا اسم الشركه، كل مصر عارفه اسم الشركه اللي بتبيع المحاليل سوق سودا. حضرتك هناك سوق سودا الان موجوده في مصر، الاربعه ومصر كلها عارفين ان في سوق سودا وعارفين مين اللي بيبيع سوق سودا. مين بقى؟ مين اللي بيبيع؟ يعني انا دلوقتي لماذا لا يتحرك الوزير؟ انا دلوقتي لو عايز اروح اجيب محلول ورغم ان هو يملك قانون اسمه قانون التسعير الدولي، انا كمريض دلوقتي انا عندي ازمه وعاوز اروح اجيب محلول، هجيبه منين؟ هجيبه بواسطه. يعني وسطة. لازم اكون عارف صيدلي كويس واسطه وهتفاوض معاه شويه في السعر. يعني ممكن يقول لي انا بيبيعه ب 35 جنيه بس هديهولي ب 25 جنيه. لا عشان خاطر حضرتك، عشان خاطرك، عشان بس معرفه يتوصل. انا بعترض على الكلمه دي دكتور احمد. انا باكد ان صيدله مصر بيبيعوا المحاليل بخساره. لا. كل صيدله في مصر الان بيروح يشتري علبه. لا لا خد بالك الدكتور احمد شغال. لا يعني هو انا باكد على حضرتك كده. لا معلش، صيدله مصر، صيدليات مصر لا تجد اي منفذ لبيع المحاليل. انا صيدليتك الامين العام وصيدليات كل زمايلي بتشتري اقصى ما يمكن ان يدخل الصيدليه 10 علب من الشركه المصريه، 10 علب في الشهر، الباقي بنشتريه سوق سودا
اكتر من ثمنه 10 اضعاف، فبالتالي هو مجبر انه يبيع له مريض غالي برغم انه بيخسر فيه. يعني الصيدلي بيت والامين العام تفر يعني وبيبيعه ب 15 و 20. هي كلها عبء على المواطن بصراحه، وعبء على. طيب انا معايا دكتور حسام حريره رئيس اللجنه التشريعيه في نقابه الصيادله، طلب يعمل مداخله معانا. اهلا بحضرتك يا دكتور، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. حضرتك كنت سامع حضرتك بتقولي ان كنت بتكلمي مكتب الوزير عشان حد يرد. للاسف مكتب الوزير ما عندوش ردود لاي حاجه، ده اكيد. مكتب الوزير شايف التهريج اللي بيحصل في مصر، وده اكيد. حتى لو الوزير مش متعمد يعمل كده، هو بس مجرد ايد مرتعشه مش قادر ياخد بيها قرارات. ده يعتبر في الفتره اللي انا فيها حاليا كل البلد شايله كتفها على دراعها. وزير بيدعم الاحتكار، حضرتك انتوا منتظرين يرد عليك ايه في الاحتكار. وزير قفل مصنع كامل اسمه المتحدون، كان بيشكل 65% من انتاج مصر، ولغايه دلوقتي ما عندوش رد لينا ان قولنا المصنع اتقفل ليه؟ الحاجات دي كانت بايظه ولا مش بايظه؟ ايه حكايه الابلكيشن كان بيحصل في المنتجات اللي فيه؟ وزير كل ما بنقدم له حلول، اقرب حل فيهم نقابه الصيادله بالتنسيق مع شركه مصر لما كانت بتوزع في المحافظات تحت اشراف النقابات الفرعيه المحليه اللي ودت كميات كبيره المحافظات عشان تحت اشرافها. الكلام ده ما عجبش الوزير ولغاه ومنع التوزيع على شركه النصر المحليه تحت اشراف النقابات. الوزير مش عايز اي جهات رقابيه بتفتش عليه. الوزير عايز يقعد على الكرسي وخلاص. الوزير مش همه ياخد قرار عشان ما يزعلش واحد او اثنين، رغم ان المواضيع احنا عندنا بنيه اساسيه مكونه من قطاع اعمال كبير جدا وضخم جدا، عندنا علماء كبار جدا، عندنا كليات صيدله بيبهروا العالم كله بتصفوا بره في مؤتمرات. للاسف الوزير مش عايز ياخد قرارات عشان ما يزعلش مافيا الدواء في مصر. احنا اللي انا اعرفه ان احنا بعد 30 يونيو المفروض القياده السياسيه في مصر خلت على عاتقها ان كل واحد شال رقبته على ايديه وهنكافح فساد وهناخد قرارات مهما كانت صعبه، مهما كانت قرارات ممكن يكون فيها بعض الالم لينا في المرحله اللي احنا عايشين فيها. بس للاسف وزير الصحه ما بياخدش قرارات. لو سمحت انا نفسي اعرف وزير الصحه عمل قرارات ايه من يوم ما جه وزير الصحه. خد قرارات ايه؟ خد قرارات كلها مكبله للوضع اللي احنا ماشيين فيه. وزير بدون اي خبره اداريه في اي مجال اداره في وزاره او جهه تنفيذيه، ده وزير. وزير فاشل على المستوى السياسي، فاشل على المستوى الاقتصادي، وزير بيضر بالدوله اللي هو بيشتغل فيها، بيضر بمجلس الوزراء اللي هو بيشتغل فيه، بيضر برئاسه الجمهوريه اللي هي بتقطعه في 10 سنين. الراجل ده قادر ان هو يضيعها في يوم. لو سمحت يا وزير الصحه، يا تكون قادر تقعد على كرسيك وتاخد قرارات قويه وما تبصش مين اللي هيزعل ومين اللي مش هيزعل. المهم عندنا في الاخر مواطن وسلعه تعتبر امن قومي زي الدواء. وزير عنده مشروع هيئه دواء مقدم من النقابه من اكثر من سنتين ومش عارف ياخد قرار ان هو يفعل المشروع ده، لان المشروع ده ضد مصالح ناس كتير في مصر. انا بتكلم بصراحه علشان خاطر لازم دلوقتي مش هينفع نطبق على حد، مش هينفع دهن على حد. وزير لما يلاقي ان في كتله تجمع معينه بيحاول يبطها باي طريقه، وزير اي قرار اصلاحي ممكن يقعد مرتبه 13 اشهر وفي الاخر يقول لك ما ينفعش. انا عايز اعرف احنا عايزين نرد الوزير يرد ليه؟ خلينا بس نسمع. الوزير المفروض ما يردش في تليفونات، المفروض الوزير يرد القرارات. نعم. عايز اعرف الوزير ده طلب ان اي حد بيبيع محاليل غاليه ان هو توصل لخطوه الاعدام. وزير بيدعم الاحتكار اللي هو بيرفضه الدستور وبيرفضه القانون، واعتقد ان القياده السياسيه في مصر كلها بترفضه. فين قراراتك اللي انت عملتها؟ هات لي القرار اللي انت عملته عشان تمنع الاحتكار. طيب عايز توزع لبن، ما تسقش للصيادله، ما تسقش للصيدليات، ما تخليش الناس ضدك. ده في كلمه واحده رمى المشكله على هيئه كامله في فصيل الصيادله كامل. قال فصيل الصيادله ده كله هو اللي سبب الازمه لمجرد ان هو مش عايز ياخد يتحمل خطا هو عمله. نعم. احنا في بلد دلوقتي اللي قادر يقعد على الكرسي ياخد قرارات يقعد، اللي مش قادر يقعد على الكرسي يسيب المكان لواحد ثاني ويبقى مقاتل، يشتغل في الوزاره بروح مقاتل. اشكرك، شكرا. اتاخرنا كتير ولازم نشتغل بسرعه كلنا. شكرا جزيلا دكتور حسام حريره رئيس اللجنه التشريعيه في نقابه الصيادله. بس الحقيقه حابه اسال بجد على موضوع الصيادله، يعني ما هو مين اللي هيكون بيبيع المحاليل؟ يعني لو المحاليل مش موجوده وفي سوق سودا، ما هو المحلول هيبقى يا في الصيدليه يا في المستشفى. لو المحلول مش موجود في المستشفى والدكاتره مش عارفين يعملوا عملياتهم عشان المحلول مش موجود في المستشفى، امال اروح اجيبه من السوبر ماركت؟ يعني هشتري المحلول من السوبر ماركت ولا ايه؟ ما هو في الصيدليه. مش كده؟ طبعا في الصيدليه، هو المفروض يكون في الصيدليه، والمفروض
يعني حتى لو في هامش ربح الناس بتستغلش الازمه بالشكل ده بصراحه بشكل مبالغ فيه. يعني ما ينفعش عشان هو بيجي للصيدليه منين؟ هي دي فندم. انا ما هي هي في ازمه انا عارف هي دي بيجي من موزع او مخزن. انا قلت على اسم او شركه الان بقول على صيدليات كبيره انا اعرف الان بقول على شركه باسكندريه وتمارس كل عمليات الاحتكار. انا اقول اكتر من كده في صيدليات كبيره حضرتك بتقول بتخزن كميات كبيره من المحلين. ما فيش طبعا هذا الكلام كلام ليس له اي هو مصلحته يقول كده. انا بقول لحضرتك وانا بقول هو مصلحته يقول أنا كده انا هو حاجه يعني الاتهام صيدليه كبير وشغال استاذ حضرتك يا فندم بس معاقل الطب في مصر. انا ارفض هذا الكلام. صيدليات مصر مش لاقيه المحلول يا دكتور احمد. هجيب محلول انا مش دوري اجيب المحلول من صيدليه. لا احنا بنتوي القضيه الاساسيه. لا هي سؤال واحد دكتور احمد. الناس بتجيب المحاليل منين؟ من صيدليات. بكام؟ ما هو هو واخدها بكام يا فندم؟ لا انا ماليش دعوه واخدها. انا بقول لحضرتك ب 30 جنيه مصنع المحاليل هو جايبها اسكندريه. انت لا مصنع المحاليل تديها لي بسعرها تقول لي ما عنديش. ما عنديش لكن تقول لي هديها لك ب 35 جنيه بقى معناها ان فعلا ما فيش جشع. الصيدلي الصيدلي الان تحت ضغط امن المواطن. اما شوف يا دكتور شوف يا فندم كل مسؤول بيحدد انحيازاته عندما يجلس على الكرسي. انا لما دخلت نقابه الصيدله كنت موضح انحيازي تماما. اما ان انحاز الى الشعب الوطن والمواطن او انحاز الى رجال الاعمال واصحاب المصالح والنفوذ والوزير هكذا. الوزير كان يجب ان يحدد انحيازاته ولذلك للاسف الشديد هو انحاز تماما لمافيا الدواء. انا بقول لحضرتك الاساس الان ان هناك شركات معروفه. احنا بنتكلم الشركه ديت قال احنا مظبطين امورنا في الاداره والوزاره. انا عاوز الوزير يطلع يقول لي بقى عمل ايه عشان نعاقب شركة الفتح بالاسم، شركة الفتح بالاسكندرية، واللي بتبيع علبة المحلول النهارده بأكثر من 20 جنيه. النهارده أستاذ مجدي مرشد عارف هذا الكلام كويس جدا. الدكتور مجدي عارف إن كرتونة محاليل الفتح تعدت 400 جنيه. مين يحمي الشعب؟ صيدلة هينزل يحمي الشعب؟ صيدلة بتجيله فوق 400 جنيه. الوزير فين؟ دي عايزة لجنة تخصص. النهارده كان الوزير اللي مش قادر يحاسب مصنع الفتح كان لازم يقعد في بيته. اما اللي مقعد الوزير اللي عامل الازمه اللي مقعد الوزير لحد دلوقتي على الكرسي بتاعه مجلس الشعب اللي ما سالش الوزير وعمل استجواب لاقالته مسؤول عن الازمه اللي احنا فيها. لكن اكتر من كده هي الازمه دي ليه؟ اتعملت انا بقول لحضرتك اسمع رده بعد اذن حضرتك اسمع رده في النقطه دي وهرجع اكمل الكلام يعني حضرتك. بص احنا مش عايزين نتمادى في ان احنا نظهر انه الجميع مخطئين ما عدا الصيادله ملايكه. ده كلام بقى ده حقيقي. لا 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 ده مش حقيقي. أسمع ده مش أسمع حقيقي. ده مش حقيقي خالص. مش حقيقي خالص بقى يعني اذا هنزيد على بعض. لا الصيادله هم المتربحين الوحيدين في هذه الازمه. خلينا نجيب من الاخر. خلينا نجيب من الاخر. بعد اذن حضرتك اسمعهم زي ما سمعت حضرتك. انا هاخد علبه المحلول ب 15 جنيه وابيعها ب 30 جنيه وتقول لي مش متربح. لا متربح طبعا. لا معلش لحظه واحده. لا 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 انا هسمع رده كاملا وارجع لحضرتك زي ما سمعت كلامك. طلبات احاطه اتعملت والوزير جه واتكلمنا في موضوع المحاليل اكثر مره قال ان احنا هننظر ونشوف موضوع المصنع المغلق او المتوقف. وانا ما كنتش عارف اسم المصنع اصلا قبل كده ايه لكن في مصنع مغلق ده من بدري. احنا القضيه كلها اللي بقولها لك ان هناك يعني نوع من اقول لك ايه التسيب في الوقت. يعني هذا القرار كان المفروض يبقى خلص من شهرين او من شهر ونص بدون ما نوصل لهذا الوقت. خلص من سنه سبعه راجل ليه؟ لا خلص من سنه 2015 يا فندم. انا بتكلم اكتر من سنه المفروض من سنه خلص بالظبط كده. لا انا بتكلم حينما بدأنا نشجب كان في أول رمضان لما ابتدينا بقى يعني نصرخ رمضان 16 أيوه نصرخ من أزمة المحاليل. فعلا حسينا بالمشكلة دي في التوقيت ده بالظبط. بالظبط يعني احنا ابتدينا نصرخ من أزمة المحاليل في أول رمضان ثم تفاقمت كان المفروض أسبوع أسبوعين من رمضان اتخذ قرار بهذا الموضوع أو استيراد أو استيفاء أو كده. بالزبط. المشكلة الكبرى احنا دلوقتي لجنة تقصي الحقائق إذا تم اقرارها وتشكيلها دي اللي هتوقف كل واحد في موضوع الدواء. بس يا فندم عشان طلع النتيجه دي قدامها ست شهور هتاخد وقت. ست شهور من دلوقتي الرقابه عشان تقول في الوزاره الرقابه في الوزاره مغلوله اليد يا دكتور. الرقابه في الوزاره الحقيقه مغلوله اليد. اولا عددا ثانيا تولز او اسلحه. الناس دي بتشتغل على قوانين عقوبات وكلام من ده من سنه 1955. انت حضرتك بتعاقب اللي عامل مهرب ادويه وكلام من ده ب 10 جنيه. احنا بنتكلم في كلام انا مش عارف ازاي
200 لجنة صحة عدت و200 ألف وزير عدى و700 ألف مليون معرفش مين جه عدى وما بصش ان قانون العقابات على التهريب وعلى الغش ولا في الأدوية من سنة 1955 من أيام ما كان العشرة جنيه تشتري فدان وتشتري عربية وتجيب لحضرتك شقة. طيب. احنا عندنا تشريع واقف، احنا دلوقتي في المجلس هنشرع قوانين عقوبة بحيث يتناسب. حضرتك بتتلاعب في الأدوية تدفع مليون النهارده وتاخد خمس سنين سجن، يبقى بتتلاعب في انت بتموت وهتبقى جناية شروع في قتل مش مجرد انها جنحة. طبعا. الكلام ده كله لازم يتغير، هو ده اللي مجلس الشعب بيشتغل. فما تقوليش ان مجلس الشعب لا، احنا طالبين ان تقصي حقائق من اول الازمه ما تفاقمت، وانا بنط في ادوات الرقابيه من طلب احاطه وسؤال ومش عارف ايه واستجواب الى اقصى لا حاجه لجنه تقصي حقائق. طيب. دي بقى في طلب احاطه. طب يا جماعه بعد اذن حضراتكم بس دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه اتصل بينا ليرد بعد اذن حضراتكم. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه اتصل بينا علشان يرد. دكتور خالد، يعني حضرتك متابعنا زي ما زمايلي بيقولوا لي، واحنا بنتكلم عن قضيه امن قومي، قضيه نقص المحاليل او اختفاء المحاليل من المستشفيات في مصر، وفي اتهامات او اصابع الاتهام تشير من ضمن ما تشير الى وزاره الصحه. استاذ انجي، اولا اهلا بحضرتك. اهلا بيك الضيوف الدكتور مجدي مرشد وضيوف حضرتك جميعا. خليني بس اوضح حاجه، هي مش اختفاء الحقيقه. في يعني نقص في المحاليل، لكن خلينا نقول وزاره الصحه بتتعامل مع الازمه ازاي. اولا دكتور احمد عماد وزير الصحه اجتمع الاول مع المستشفيات الحكوميه التابعه لوزاره الصحه، وتاكدنا ده بعد الجم مرور، مش بس اجتماعات في مكاتب مغلقه يعني، بعد ما مرينا على المستشفيات وتاكدنا ان في رصيد عند المستشفيات الحكوميه يكفي لمده شهر على الاقل في المستشفى. وقبل ما يخلص هذا الرصيد احنا ما نسيبش مستشفى تخلص محللها قبل ما يخلص الرصيد ده. ازاي يا دكتور يعني خالد؟ انا معايا يعني دكتور احمد دلوقتي بيقول لي على الهوا في المنصوره في المركز، مركز الجهاز الهضمي، مركز جراحه الجهاز الهضمي في المنصوره، احيانا او كثيرا ما يضطرون لوقف الشغل زي ما هو بيقول، يعني بيوقفوا العمليات علشان ما فيش محاليل. في انواع المحاليل الرصيد صفر دلوقتي، صفر مش موجود. شوف فندم، انا هرد على 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 اي حد بيشكو من محاليل رد واحد بس اقول لحضرتك. اولا زي ما بقول لحضرتك، احنا النهارده يعني المستشفيات الحكوميه لو حضرتك نزلت النهارده اي مستشفى هتلاقي مخزون يكفي شهر النهارده اي حد. دكتور احمد اهو معانا على الهوا بيقول المخزون صفر. اهو يا فندم اديني فرصه بس. اتفضل. النهارده اي حد قبل ما يخلص محاليل، دكتور احمد حضرتك بعت لاداره الصيدله قبل ما حضرتك تخلص محاليل بفتره معينه وطلبت محاليل والاداره لم توفر؟ هو شوف دكتور خالد، هو في اجراءات اداريه بتتبع، يعني ببعت للشركه استعجال ومره، وبعد كده مره تانية ببعت استعجال، وبعد كده بضطر اشتري على حساب الشركه اللي ما وردتش، اللي انا متعاقد معاها اللي كانت شركه المتحدون. يعني هي لسوء حظي كمستشفى ان انا المراقصه بتاعتي كانت مع شركه المتحدون، وكانت الشركه منتظمه معايا لمده 3 سنين كاملين بصراحه. بصراحه لحد ما حصل دروب وقفل المصنع اللي موجود. عمل مشكله عند حضرتك خالص المحل قبل كده؟ لا ما كانش فيها مشكله خالص، بامانه ما كانش فيها مشكله خالص، والامور كانت ماشيه لحد ما بدا يحصل الدروب ده. احنا بدانا ناخد الاجراءات الاداريه بتاعتنا، بدات الازمه. انا طبعا انا عندي خطوات لازم امشي بيها، يعني اول خطوه عملتها ان انا بدات ادور في المستشفيات اللي جنبي اللي موجوده في المنصوره، هل تقدر تسلفني محاليل ولا لا؟ كل حتى اللي عنده محاليل عايز يحافظ عليها، خايف بالظبط يا فندم. اللي عندي ازمه انا هقول لحضرتك، انا ده وصلت لدرجه ان انا كلمت مدير مستشفيات الجامعه في الزقازيق وقال لي الحال ده، انا في عندي خمس كراتين تعال خدهم بسرعه. والله بعت عربيه من المستشفى من عندي بمندوب من الشؤون الماليه جاري على مستشفى الزقازيق على بال ما رحت قال لي معلش، بعد ما سالت قالوا لي احنا محتاجين المحاليل عندنا. طب انا بس عايز كلمت وكيل وزاره الصحه في الداخليه وطلبت منه ان هو يتدخل عشان نحل المحاليل، وبعتنا جوابات رسمي. طبعا انا كلمت الجهات، والله جهات سياديه في البلد، لان هي فعلا مشكله امن قومي موجوده عندي. يعني طبعا انا شايف الناس فعلا بتحاول تتحرك، لكن ستيل لسه انا حاسس ان في ازمه موجوده ومش مطمن. يعني مش بقول انا هفضل ماشي ان يوم بيوم، يعني كرتونتين بكرتونتين ده ما ينفعش. مستشفى كبير، مركز كبير بالشكل ده، بنعمل عمليات زرع كبد، ابقى مهدد ان انا في اي وقت ان انا اوقف العمليات بتاعتك.
شوف يا فندم، انا هوضح، هرد على حضرتك. انا مش بنفي وجود نقص في المحاليل او ازمه في المحاليل، ولكن انا زي ما وضحت لحضرتك ان المستشفى الحكومي بيكون عندها المفروض مخزون، ده معظم المستشفيات اللي تم المرور عليها عندها مخزون بيكفي شهر. اذا حضرتك في اداره اسمها اداره مركزيه للصيدله، حضرتك عارف دي منوطه بتوفير المحاليل. حضرتك النهارده لما حضرتك تيجي تخاطب الاداره المركزيه للصيدله زي عديد من المستشفيات الحكوميه والجامعيه والخاصه، بتخاطب الاداره المركزيه وبتوفر لهم محاليل، فلما حضرتك تبعت خطاب رسمي وما يتوفرلكش محاليل فتحاسب الاداره المركزيه على ذلك. ولا سيما ان رئيس الاداره المركزيه كنا لسه في اجتماع بالامس وقالت ان هي اي مستشفى بتبعت لها تقول لها انا قربت اخلص محاليل مش خلصت، بتبعت لها على الفور مخزون محاليل او بتستعجل الشركه انها تورط. ابعت الجواب لمين دكتور خالد بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. ابعت الجواب بكره، هبعت الجواب، ابعته لمين؟ دكتوره رشا زياده. في رئيس الاداره المركزيه للاداره المركزيه. دكتوره رشا بكره ان شاء الله رئيس الاداره المركزيه. ربنا يسهل حل. انا الهدف ان انا عايز احل المشكله، انا مش الهدف ان انا اشتكي. انا حاسس بمشكله وازمه حقيقيه، لكن انا عايز مصلحه المريض زي ما انت عايز مصلحه المريض بالظبط. كلنا يا فندم عايزين نحل المشكله كلنا، احنا مش بنقول كلام. فخلاص اذا كان في طريقه هنجرب، همشي في السكه دي وربنا يسهل. وعايز اقول لحضرتك ان في 800,000 عبوه محاليل موجوده عند الموزعين. لكن خليني برضو اوضح يا استاذ عندي في الموزعين مين ولا يكفوا حاجه؟ موزعين مين؟ الموزعين مين اللي حضرتك بتتكلم عليهم؟ يقول الموزعين مين؟ شركه مصريه. لا يا فندم مش هقول اسماء موزعين. يعني ازاي؟ انا صيدله بقول لك مفيش موزع عند محاليل يا فندم عند الموزعين. انا مش مطالب ان انا ادي اسماء يا فندم. لا مش لازم تدينا اسماء، بس اكد لنا ده الموضوع ده ازاي اذا كان في نقص شديد في السوق المصري في المحاليل. شوف يا استاذه انجي فين ال 800,000 علبه دول؟ طب احنا عاوزين نعرف مكانهم، عاوزين نروح لو مريض دلوقتي بيتفرج علينا ومحتاج. ما يكفوش كل صيدليات مصر بتكذب عليك يا دكتور خالد. اسالني لكن ارد بس على حاجه، بس ارد على اللي بيسالني. انا ما اعرفش مين بيوجه لي كلام. انا دكتور احمد فاروق الامين العام من قام صادق مصر. يا دكتور احمد انا ما بقولش احصائيات ولا ارقام على الهواء بدون ما يبقى قدامي احصائيات دي. طب ما انا بقول لحضرتك قول عند مين، لان كل صيدليات مصر بتعاني من عدم وجود محاليل. ولو حضرتك عاوز شكوى انا بقول عند الموزعين يا فندم. لو عاوز يعني الموزعين ما بيبيعوش بعد اذن حضرتك. مين الموزعين دول؟ مين؟ مش عاوز اسامي، بس ايه هي الجهات اللي بتقوم بالتوزيع دول؟ مين الاماكن فين؟ شركات توزيع. حضرتك تعلم يا دكتور خالد ان كرتونه المحاليل تعدد 400 جنيه في السوق السوداء؟ حضرتك تعلم ذلك ام لا تعلم؟ استاذه انجي خلينا نرد بس على طيب بعد حضرتك طيب. تعلم طب خلوني تعلم. خلوني اسمع دكتور خالد مجاهد وهنساله كل الاسئله. اتفضل يا دكتور خالد، اتفضل اسمع بس دكتور خالد وهرجع لحضرتك. انا مش مع حضرتك على الهواء. اتفضل حضرتك الاجراءات اللي عملتها وزاره الصحه عشان تواجه ازمه. بس حضرتك قول لي بس مين الموزعين يا فندم. استاذه انجي خليني اقول لحضرتك الاجراءات اللي عملتها وزاره الصحه لمواجهه ازمه. اتفضل حضرتك. ده ما يخص المستشفيات الحكوميه اللي ذكرته لحضرتك. ما يخص المستشفيات الجامعيه، سيد الوزير اجتمع برضه بالمستشفيات الجامعيه مديرين المستشفيات، وكان في ازمه لما اجتمعنا في اثنين مستشفيات، القصر العيني الفرنساوي ومستشفى باب الشعريه، وحضرتك تقدري تتاكدي من هذا الكلام، وتم توفير المحاليل الناقصه عند المستشفيتين دول. لما اجتمعنا مع المستشفيات الخاصه مديرين المستشفيات الخاصه، كان في بعض المستشفيات الخاصه فيها نقص في المحاليل زي مستشفى الجنزوري، وتم توفير المحاليل الناقصه ليها. الحاجه الرابعه ان الاسبوع اللي فات في مجلس الوزراء السيد الوزير حصل على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مصنع للمحاليل ما بين شركة أكديمة وما بين المصل واللقاح لحل أزمة المحاليل. الحاجة الأخيرة إن مصنع المتحدون ده كان مصنع يعني بيدي 60% من المحاليل في مصر. طب وإحنا ما عندناش اعتراض على كده، وكل الدعم لإعادة تشغيل هذا المصنع. احنا بنحاول النهارده بكل السبل. المصنع ده اتقفل في ازمه محاليل معالجه الجفاف العام الماضي. احنا النهارده بنحاول جاهدين ان احنا نوفر كل الاشتراطات علشان نعيد فتح هذا المصنع، وخلال ايام هو فاضل له حاجه بسيطه، فاضل له تقريبا 13 مليون كالبريشن بتاع معمل معين وخلاص هيبقى موافق. في حدود كام يا دكتور خالد؟ التسريع العاشر حدود كام هتفتحوه؟ حدد كده مده زمنيه. لا ما اقدرش احدد مده زمنيه. امال مين حضرتك ما تعرفش مده زمنيه؟ امال مين يحدد مده زمنيه؟ انا هرد على حضرتك. لا انا ما اقدرش احدد مده زمنيه لسبب واحد، انا ما اقدرش افتح مصنع. حضراتكم قلتوا من ثلاث شهور انه قدامنا اسبوعين. طب خليني اسمع دكتور خالد وهرجع لحضرتك. يا استاذه انجي اتفضل. يا دكتور خالد اتفضل. انا مش بفتح المصنع ده بمزاجي، انا المصنع ده لازم يكون موافق للاشتراطات. حضرتك يرضيكي ولا يرضي الساده الضيوف ان افتح مصنع مش موافق للاشتراطات تاني وارجع اقفله لنفس السبب؟
طيب دكتور خالد بعد اذن حضرتك دكتور سليمان عاوز يسال حضرتك سؤال، اتفضل يا دكتور. لا انا بتكلم ان في بضاعه محرزه لدى المخازن والجامعات ب 13 مليون جنيه من يوم قرار الاغلاق. سمعنا ان اللجنه الفنيه الاسبوع اللي فات خدت قرار باعدامهم. فارجو اعاده النظر في القرار ده لان الكميات دي ممكن تفرج عن السوق مع اجراء التحليلات الكامله والكافيه للاطمئنان عن سلامه هذه المحاليل. ليه نعدم ب 13 مليون جنيه فجاه بقرار فوري كده؟ ده اضرار بالسوق المصري كله والضمير المصري. وجهه نظر برضه يا دكتور خالد، يعني نستفيد بالكميات دي ان كانت سليمه. القصير ايوه زي ما حضرتك قلت، خليني ارد على حضرتك فعلا. خلينا نرجع لقرار اللجنه الفنيه، اذا كانت الكميات دي سليمه طبعا يستفاد منها يا فندم. الكميات دي حرزت بالقرار الوزاري اللي هي خاص بالغلق الاغلاق مع سحب جميع كذا وتحريزه. النهارده بتعدمها ليه؟ طب ما تعمل تحليلات وتتكلم. ده حرام بقى. اكيد لا ده هيحل الازمه. لو ده هيحل ازمه كبيره جدا. انا عندي كميات. ارجو اعاده النظر في القرار ده رأفة بالمريض المصري وبالمصنع. بالظبط يا دكتور خالد، لماذا يتم اعدام هذه الكميات لو احنا ما تاكدناش ان احنا امام كميات فاشله؟ احنا في ازمه، ما احنا نشوفها. لو كانت فاشله نعدمها، لو مش فاشله نستغلها. يا استاذه انجي، اكيد انا مش هبقى في ازمه نقص محاليل وهعدم كميات وانا محتاجها. ده كلام مش منطقي. مش الناس وانت يعني طب ليه طلعتوا قرار باعدامها وانتوا عارفين ان احنا في ازمه وانتوا عارفين ان ما حللتوش هذه الكميات؟ استاذه انجي، قبل ما اقول انا ليه طلعت القرار، الاول نرجع للجنه الفنيه ونعرف قرارها مستند على ايه، وبعدين اقدر ارد اذا كان القرار ده صحيح ولا لا. مستند ان هو سليمه ولا لا. انا ما اقدرش استخدم محاليل سليمه غير سليمه. الحاجه اللي عايز اقول لحضرتك عليها بعد اذنك، ان الاسبوع اللي فات اجتمعنا مع الشركات شركات قطاع الاعمال والشركات الخاصه، وتم الاتفاق على ان التوزيع يكون من خلال يعني تكون من خلال الشركات مش من المخازن. يعني انا ما اوزعش من خلال مخازن علشان اتفادى ان المحاليل تبقى موجوده في السوق السوداء، لانه زي ما اتذكر بالفعل في خلال التفتيش الصيدلي واللي بيعمله بنلاقي محاليل. يعني الاسبوع اللي فات ماسكين مثلا مخزن في القصر العيني فيه كميات رهيبه من المحاليل سوق السوداء، وتم تحريزها وتم عمل محاضر. انا عشان اتفادى ده اعمل ايه مع قطاع الاعمال وقطاع وشركات الخاصه والشركات المالتي ناشونال؟ تم الاتفاق ان التوزيع يكون من خلال الشركات زي مثلا الشركه المصريه، ما يكونش من خلال المخازن علشان اتفادى انه يكون في تخزين للمحاليل. طيب. او تسريبها للسوق. دكتور خالد، يعني حضرتك ما جاوبتنيش على اسئله كتير، بس دكتور مجدي مرشد رئيس لجنه الصحه في مجلس النواب عاوز يكلم حضرتك. مساء الخير. مساء الخير دكتور خالد. انا بس عايز اعيد اركز قوي على النقطه بتاعه ال 13 مليون عبوه محرزه دي. 13 مليون جنيه. يعني بالظبط 3 مليون عبوه. تقريبا 3 مليون او 4 مليون حاجه زي. يا ريت اللجنه الفنيه نضع في اعتبارنا اللجنه الفنيه لو كانت اصدرت قرار باعدام هذه الكميه ترجع في هذا القرار وتعاود النظر فيها، لان ده يحل ازمه. انت عندك 800 الف عبوه وسعيد بيهم. انا لما يبقى عندي 3 مليون هحل الازمه لغايه ما المصنع الثاني ده. خطوه كويسه قوي المصنع اللي انت عايز تعمله ده، خطوه جميله جدا. هيشتغل بعد 3 4 سنين، ولو افرجنا عن المتحدون واشتغل بعد شهر ولا بعد اسبوع ولا اسبوعين اصبح عندنا حل الازمه. ال 3 مليون عبوه دول يا دكتور خالد ارجوك اللجنه الفنيه تضعهم في اعتبارنا، احنا في ازمه وال 3 مليون يساوي كتير قوي بالنسبه لنا. يتم الرجوع يا دكتور مجدي للجنه الفنيه ومعرفه اذا كان في قرار ولا لا، والقرار ده بناء على ايه، ويتم حط النظر فيه اذا كانت المحاليل دي سليمه طبعا يعاد استخدامها لحل الازمه. بالظبط. طيب بعد اذن حضرتك يا دكتور خالد، دكتور احمد عبد الرؤوف مدير مركز جراحه الجهاز الهضمي في المنصوره هيسال حضرتك سؤال كمان. هو دكتور خالد بس انا سؤالي سؤال بسيط جدا. انا كمستشفى جامعي كبير وبشتغل شغل كتير، وزي ما قلت لك انا مهدد ان انا ممكن اقف في اي وقت، عايش يعني المحاليل بتاعتنا اسبوع باسبوع بندبرها. اتوجه لمين عشان يحل لي المشكله دي فوريا؟ بس الاداره المركزيه للصيدله. انا بقول لحضرتك مش من عند حضرتك اتكلمت على مستشفيات الصحه. انا بتكلم على المستشفيات الجامعيه. قلت له رفض زياده بس كله كله يا فندم. طيب. ترى رفض كله حتى المستشفيات الخاصه. خلاص نخاطبها ان شاء الله. شكرا. اتمنى ان المشكله تتحل، ده اللي احنا عايزينه. دكتور خالد مجاهد حضرتك عندك كلمه اخيره؟ لا يعني عايز اقول بس ان وزاره الصحه زي مع الساده اعضاء مجلس النواب مع نقابه الصيادله كلنا في الاخر همنا واحد بس، ان احنا نحل مشكله المحاليل ونحل الازمه ونوفر ده في الاسواق. واذا كان النهارده يعني احنا عندنا مخزون في المستشفيات بيكفي شهر، احنا بنسعى بحل الازمه ان يكون عندنا مخزون يكفي 6 شهور ويكفي اكتر من كده.
تمام، اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. تعليق حضرتك يا دكتور. والله انا اتعشى ان يكون في اجراء سريع لفتح المصنع. احنا كل الاجراءات والاشتراطات اللي هم طلبوها على مدار السنه ونص خلصانه بالكامل من وجهه نظرنا وحسب متطلباتهم. دي نمره واحد. نمره اتنين، زي ما يعني طلبنا كلنا الوقت اعاده النظر في المبادئ المحرزه دي، خساره. هتحل ازمه العيان المصري، بدل ما بياخد الازازه ب 40 جنيه هياخدها بسعرها العادي، والمصنع برضه يسترد بعض الاموال اللي يقدر يشتغل بيها. لان عارف حضرتك لما هنتج النهارده اديني قرار النهارده هطلع بعد اسبوعين الدواء عشان يدخل السوق، هيجيني فلوس بعد شهر ونص، يعني هقعد كمان من يوم ما ابدا شهرين مش همسك جنيه واحد. فانا في حاجه لفند اشتغل بيه دوره التشغيل الاولانيه، فرأفه بالناس يعني. تعليق حضرتك يا دكتور. والله انا شايف ان في نيه طيبه من وزاره الصحه انها تحل المشكله. يعني انا يعني يمكن كان فتره من الفترات وزاره الصحه كان بتنفي تماما ان في مشكله في المحاليل، ومن رغم ان احنا كنا عايشين مشكله المحاليل، لكن مجرد ان هم بداوا يحسوا ان في مشكله والناس تعترف ان في ازمه موجوده. اما اسمع الدكتور خالد يقول ان اللي موجود يكفي شهر، برضه ده كميه يعني شهر ده مش كتير، يعني 100000 فندم ما يكفوش شهر بالظبط، يعني كده 100000 ما يكفوش اسبوع. يعني في المراكز الكبيره في السنترز الكبيره دي كميه ضئيله جدا، مفيش حاجه. لكن انا برضو انا حاسس ان في بوادر لحل الازمه، وزاره الصحه بتحاول الى حد ما، واتعشم ان احنا نبدا نلمس الكلام ده. وانا شخصيا يعني هسمع بنصيحه الدكتور خالد وهبدا ان شاء الله اخاطب الاداره المركزيه للصيدله، اتعشم ان المشكله تتحل. بس هنتصل بحضرتك نتاكد ان حضرتك اكيد هكلمكم واعرفكم اذا كانت اتحلت ولا لا. طب يا دكتور احمد هيخاطبوك هتعمل ايه؟ شوف حضرتك يا فندم، اول حاجه انا مستغرب واكدت لحضرتك ان لما يطلع اقول ما فيش مشكله. ليه؟ هو ده العقليه اللي بتدور وزاره الصحه الان. النهارده انا اقول لحضرتك قال في مشكله، هو قال الناس عندها مخزون كام في شهر. طب انا اقول لحضرتك بس احنا بننتج كام عشان نعرف تصريحات، يعني مدى دقه تصريحات المتحدث الرسمي للوزاره. احنا بننتج كام في الشهر؟ تصور كام يا دكتور مجدي؟ 9 مليون جنيه، 9 مليون عبوة على الأقل. ده ما يكفي السوق المصري بالكاد على 30 يوم، يبقى يوميا بالكاد 300,000. يبقى مخزون اللي هو قال عليه 800,000 يقضي 3 يومين ونص. ده المتحدث الرسمي لجمهورية مصر العربية، لوزارة الصحة جمهورية مصر العربية، بيؤكد إن مخزون الدولة من المحاليل يكفي يومين ونص، وده طبعا كارثة، كارثه حقيقيه. وبرضه ما قاليش هو عمل ايه مع الشركه اللي احنا قلنا له رسميا انها بتتاجر وعملت سوق سوداء في المحاليل. لكن الازمه يا فندم مش دي، لازم نعرف ايه الازمه اللي احنا بنعاني منها ايه عشان نقدر نحط لها حلول. الازمه اللي احنا عاوزين نبيع سوق الدواء المصري. ايه الدليل؟ احنا لما نبيع سوق الدواء المصري طبعا احنا مين؟ اجنبيه. احنا مين؟ مافيا الدواء في مصر. انا اقول لحضرتك لما حبوا يعملوا ازمه البان كان عندنا مصنع رائع لصناعه الالبان، دكتور مجدي اشهد على هذا الكلام، حصلت فيه مشكله وفي خط من الخطوط، اقفل الخط لكن ما تقفلش المصنع. لكن كان هناك تصميم على غلق مصنع الالبان ببيزان، وتم غلقه نهائيا لتحدث في مصر هذه الازمه التي عانينا منها هذا العام. هو ده اللي احنا فيه النهارده بقى. النهارده يا فندم انا اقول لحضرتك على راس مافيا الدواء في مصر شخص اعلمه الجميع للاسف الشديد، هو على راس المنظومه الدوائيه، وفي نفس الوقت هو اكتر واحد بيضرب المنظومه الدوائيه من الخلف ويقوم بعمليات تهريب ممنهجه لكل الادويه المهربه من الخارج. كل المهرب في مصر معروف مين اللي بيعرف، كل مصر عارفاه، وانا حضرتك عارفاه. حضرتك لو قلت يا حضرتك انت عاوز دواء مهرب انت عارف كويس انت هتروح تشتريه منين. مصر كلها عارفه من الذي يقود صناعه الدواء. احنا نتقبل طيب ان يكون في واحد مهرب في مصر بيحارب الصناعه الدوائيه، لكن لا نتقبل ان يكون المهرب اللي احنا شاطبينه من نقابه الصيادله على راس صناعه الدواء في مصر. اما الان يا فندم انا اقول لحضرتك مفاجاه، هو ليه بيتباع شركه المتحدون؟ عشان تسهيل المجال، وانا بقول هذا الكلام ولابد من يحدث تحقيق فيه، ان هذا المهرب المصوب من نقابه صيادله مصر اخذ توكيل لاهم شركتين في الخارج، وده اللي انا بقى بحذر منه مصر. النهارده لما هذا المهرب والمصطوب من نقابه صيادله مصر ياخد توكيل الشركه السعوديه للمحاليل الطبيه، وياخد توكيل الشركه القطريه المحدوده للمحاليل الطبيه، فاحنا لازم نموت له السوق ونحدث ازمه رهيبه جدا عشان يضطر المسؤولين زي الدكتور مجد وغيره يقول نستورد.
طب انا عايز ارجع لدكتور مجدي، بس معانا دكتور محمد عبد الوهاب المشرف على وحده الكبد في جامعه المنصوره. دكتور محمد اهلا بحضرتك معانا، ومن المسؤول عن اختفاء او عن نقص المحاليل في مصر؟ من المتسبب في هذه الازمه؟ اولا مساء الخير يا استاذه، اهلا بيك واهلا بضيوفك الكرام. وانا حزين على اللي بيحصل بصراحه، انا حزين. يعني شايف رئيس جمهورية بيجري زي الصاروخ بينقذ البلد من الظلام، واحنا كشعب كافراد بنهد البلد بنشد الى الخلف. احنا انا راجع من كوريا الاسبوع اللي فات، كنت في مؤتمر دولي وكان معايا كان هيجي معايا الدكتور احمد مدير المركز، وشايف الوضع هناك والناس مهتمه قد ايه بمصر. رجعت الخميس وعندي حالتين ذراع الكبد الحد والاثنين، السبت بالليل مفيش ازازه محلول في العنايه علشان الزراعه تنمو. نزلت البلد لفيت على 15 صيدليه مفيش ازازه في الصيدليه، ده ب 30 كرتونه على حسابي علشان اشتغل تنمو الحد والاثنين من مخازن امانه علشان اعرف اشخاص جابوني بالليل في عربيات 30 كرتونه ما قدرتش ادخلهم المركز في العهده لانهم جايين الازازه ب 40 جنيه و 45 جنيه. اشخاص جايبين لحضرتك بالليل كرتونه محاليل؟ فين وزاره الصحه؟ 45 جنيه ببيعها ب 2 جنيه و40 قرش. جبتها من 3 جنيه ل 40 جنيه الازازه. واحنا قاعدين نضحك على بعض. مش ممكن. يعني المفروض بقى تجيب عسكري ضابط مسلح لكل وزاره عشان يظبط البلد دي. مش ممكن يبقى في قياده سياسيه بتدينا لفوق واحنا بنسحبها لتحت وقاعدين نلف حوالين بعض. انا جاي من بلد كوريا الجنوبيه بيننا وبينها 200 سنه، ليه القانون بيطبق؟ لو حاجه زي دي هناك فيها ضرب نار، فيها مشان مسمع يتقفل ليه؟ ده قتل قومي. أنا امبارح بالليل الساعة 4 طلبني زميل مراته بتموت علشان عندها غيبوبة سكرية، ما لقيتش إزازة جلوكوز 10%، قلت له افتح بقها وحط فيها سكر، وقعدت معاه على التليفون لغاية ما فاقي. ده كلام يا جماعة؟ وزير مين وغفير مين؟ ده لازم الناس تتحاكم كلها، حرام عليهم، بنشد البلد لتحت تاني؟ ده كلام مش منطقي أبداً. أنا آسف يا السادة الضيوف على ان انا انفعلت، لان هذا الموضوع حريقني حريقني جدا. البلد تبقى بالمنظر ده والقوه دي وبعد الثوره وعندنا قياده وطنيه بقولها بصراحه واحنا بنشد فيها لتحت. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ على ما هو السؤال فعلا ايه اللي بيحصل ده؟ هو انا مش فاهم. طب نفهم، لو حضرتك مش فاهم احنا هنفهم ازاي؟ يعني احنا كمان عاوزين نفهم. فين الوزاره؟ نقلنا من تجارة الدولار لتجارة المحاليل. ما أنا كنت لسه بقول من شوية، أنا عارفة كنت إن في أزمة أو في سوق سودة في الدولار في العملة. يعني أول مرة بصراحة وإحنا بنبحث من أجل هذه الحلقة أفهم وأعرف إنه في سوق سودة في المحاليل، دي بالنسبة لي كانت جديدة. لأنه في مزيد سهل. إحدى عضوات مجلس النواب الأسبوع اللي فات يا دكتور مجدي بيه اتصلت بيه عايزه محاليل جلوكوز 45% عشان ابنها في كذا كذا. قلت لها يا فندم حتى عشان خاطري اتسرقت اجيب منين؟ قلت لها المصنع مغلق ما اقدرش، ما عنديش. المخزن عندي متحرز واللي بره متحرز. دكتور محمد ايه الحل؟ عضو في مجلس الشعب. ايه الحل يا دكتور محمد؟ الحل اولا وزاره الصحه مع وزاره الدفاع كمان تجمع كل المحاليل وتوزع على الصيدليات وعلى المستشفيات. المصنع ده يشتغل الليله علشان ينتج للبلد 60% من الانتاج. مفيش اللي يتمسك بازازه فوق ال 5 جنيه يتحط في السجن. ده امن قومي، دي مش هزار. ان شعب يعاني يطلب ازازه جلوكوز، ازاي الكلام ده؟ ازاي احنا بنتاجر في الصحه بنتاجر في المرض كمان؟ سيبنا الدولار ونتاجر في المحاليل. ايه ده؟ شعب بيكره بلده، شعب عاوز يهد بلده، مش ممكن. لا يبقى في قوانين رادعه من النهارده، مجلس الشعب يجتمع،
رئيس الوزراء مع وزير نجيب وزير الصحه يقول له تعالى حل المشكله النهارده، مفيش حاجه ما بتتحلش. ده قرار سيادي، اللي اتمسك بازازه يتحط في السجن، حرام. ده يعني مش ممكن، لازم يبقى في قرارات سياديه في 24 ساعه تتحل المشكله. الدكتور احمد عبد الرؤوف يقعد يتسول على المخازن عشان يشغل المستشفى، انا كان ممكن خلاص ما نشتغلش. انما نزلت تشتري ليه؟ بدافع وطني، عيان ذنبه، مش عايز اسيب مريض، مش عايز اسيب مريض يموت عشان دكتور محمد، هل حضرتك بتتهم السوق السوداء في هذه الازمه، ولا بتتهم الحكومه انها مش قادره تسيطر على هذه الازمه؟ انا بتهم الاثنين، وزاره الصحه، الحكومه، والشعب، الثلاثه مع بعض. الشعب مالي، الشعب مالي يا فندم، اللي بيتاجر، اللي بيتاجر، اللي بيتاجر، اللي بيتاجر شركه معروفه بالاسم وقلنا اسمها الان، شركه الفتح باسكندريه، وعلى الوزير المختص انه يعاقب هذه الشركه، انه ياخد كل انتاجها ويحطه في مخزن ويتباع من خلاله. انا بقول الوزير المختص اللي سهل تتبعها، عيب ان احنا نتهم الشعب. دكتور الشعب محمد، هو الضحيه مش المتهم يا فندم. طبعا الوزير المختص اللي سهل تتبيع هذه الشركه هو اللي يعاقب، هو اللي يسأل. مجلس الشعب يجيبه بكره يعمل له استجواب، لكن ان احنا نتهم الشعب الضحيه هنخليه هو الجلاد؟ الشعب ضحيه، ولا يمكن ان احنا نتهم شعب مصر. شعب مصر ضحيه لوزير فاشل ولي وفاسد ايضا. طيب دكتور محمد، تعليق اخير من حضرتك. تعليق اخير من حضرتي، على اقول ايه؟ لازم في قوانين رابعه اليوم. اليوم علشان نمنع في ناس تجمع المحاليل بطرق ملتويه وتخزنها زي الدولار زي المخدرات، علشان الموقع بيتهيأ له ان الازازه اللي واخدها ب 10 جنيه هيبيعها ب 100 جنيه بكره ولا بعده، هتبقى كارثه يا استاذ، هتبقى كارثه ان ما كانش يبقى فيه قوانين رابعه النهارده وبكره. انا مش مصدق ان احنا وصلنا ان احنا بنتاجر في المحاليل. حرب الدولار، حرب المحاليل. طيب انا حرب المحاليل. اتفضل يا دكتور. فيعني فالساده الضيوف هم طبعا عندهم خبره اكثر في هذا المجال. اول حاجه المصنع يشتغل، ثانيا تجمع كل المحاليل في مكان مركزي وتوزع على جميع الصيدليات وعلى جميع المستشفيات الجامعيه والحكوميه، وكل يبقى فيه مركزيه في كل المستشفيات، كل مستشفى فيه المخزون الاستراتيجي بتاعها بيقوم المستشفيات مركزيه كل يوم. طيب هو عارف المستشفى الجامعه المنصوره، مستشفى الطوارئ، مستشفى الاطفال عندها قد ايه النهارده، محتاجه بكره قد ايه، تروح عربيه توديه المستشفى، لازم يبقى في حل مركزي اليوم. تمام، والا هيبقى محتاجين حل سريع وحاسم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الوهاب، المشرف على وحده زراعه الكبد في جامعه المنصوره. كان دكتور مصطفى من شويه بيقول، دكتور سليمان مصطفى من شويه بيحكي لنا انه في نائبه مجلس شعب او مجلس نواب كلمته بتستعين بيه علشان محتاجه ثلاث ازاز دكستروز 45 لابنها، هي النائبه شاديه خضير. هي معانا على التليفون. سياده النائبه اهلا بيكي، ويا ريت تحكي لنا على تجربتك في موضوع المحاليل مع ابن حضرتك. اتفضلي سياده النائبه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. الدكتور مجدي مرشد، انا كنت راجعه مسافره. دكتور مجدي زي ما عليك يا دكتور مجدي، انا فعلا مريت ب الو حضرتك على الهواء، اتفضلي. الو، احنا سامعين حضرتك يا سياده النائبه. اتفضلي. انا 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 فعلا ابني عنده 23 سنه 23 سنه وعنده سكر، وفوجئت ان جات له غيبوبه السكر، وشلناه وديناه على المستشفى خاصه ندور على الصيدليات على اي تحاليل اللي هي 25 دي لانقاذه، ما بقيناش لاقيين. وانا نزلت بإذن الصلاه، بقيت الف على الصيدليات ما لقيتش، دخلت مستشفى السلام العام، استاذنت الدكتور الاداري اللي موجود في قلب المستشفى وطلبت منه انبوبه محلول من اللي موجوده عنده اللي هي 25 لانقاذ ابني. فاذا كنت انا نائبه والناس اللي في الشارع، انا نفسي اسال سؤال بس، لمصلحه مين
ان المحاليل دي كانت موجوده في جميع الصيدليات باربعه جنيه ونص، واي حد كان بينزل يجيبها. مصلحه مين اخفاء هذه المحاليل؟ مصلحه مين غلق المصانع دي وتوصلنا للمرحله اللي احنا وصلنا ليها دي مع المواطن؟ يعني انا مش عارفه احنا بنتاجر بايه؟ بحياه المواطنين للدرجه اللي احنا فيها دي؟ لما دي حاجه زي كده، سواء ولاده بتساعد في طلق، سواء بتوع مرضى الكلى، سواء غيبوبه السكر، انا بناشد القائمين على غلق هذا المصنع إعادة النظر في فتح هذا المصنع لمصلحة المواطنين قبل أي حد. وبشكر الدكتور مجدي مرشد، لأن أنا عارفة أنه رجل وطني ومش هيقبل الإذلال اللي فيه المصريين ده. شوية نخلص من لبن الأطفال نلاقي المحاليل. أنا مش عارفة مين اليد الخفية اللي ورا الثلاثين احنا فيه. يا فندم ده كلام لازم ترد عليه يا سيادة النائبة. لما حضرتك تنجدي من مني سائل؟ نعم. حضرتك بكره جيب الوزير. نعم. عندك في مجلس الشعب وساليه بطلب احاطه باستجواب. حضرتك ما تنشديش. مش دورك انك تنشدي. حضرتك تحاسب. تم هذا النقاش. حضرتك تحاسب وتجيب استجواب ان وزير الصحه مش حضرتك بس وابن حضرتك. ابنائنا في الارياف وابنائنا في الصعيد كلهم نقدر. طب نسمعها بس عشان هي على التليفون. بس اتفضلي يا سياده النائب. انا شخصيا من فضلك بس، انا شخصيا عامله استجواب ومجهزه لوزير الصحه بهذا الشأن. طيب. انا بناشد الدكتور مجدي مرشد بصفه رئيس لجنه الصحه. واحنا حضرتك عاملين طلب لجنه قصع عقاب في اكثر من استجواب. شكرا. اشكرك سياده النائبه. انا نائبه شاديه خضير عضو مجلس النواب. انا بس عايز مجدي تعليقك بقى. يعني احنا وصلنا كده لنقطه يعني مش سهله، يعني واضح انه مفيش حل يلوح في الافق. لا, لا لا بالعكس بالعكس في حلول واضحه. لا الحلول موجوده بس هل هي ممكن تطبيقها وهل هي فعلا قرارك؟ انا بطالب النهارده بان احنا من خلال منبرك الاعلام، وده برضو له دوره كبير جدا في ان ال 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 الكميه المحرزه دي اذا كانت صالحه تضخ تضخ فورا. يعني عندي 3 مليون عبوه تضخ. دي نمره واحد. المصنع قرار من رئيس مجلس الوزراء، قرار من الوزير، قرار من اي حد في يده القرار، قرار ثوري بفتحه والاستمرار في التحقيق والاستمرار في كل حاجة، ويستمروا فيما يعني يبدو لهم انه في الصالح العام وحبس وتغريم وكله، لكن المواطن يحظى بقى بانه ينال ده على المدى السريع اللي هو بكره. مش امبارح مش النهارده، قصدي امبارح مش النهارده. ده نقطه. النقطه الثانيه على اللونج ران، هو بدا الوزاره بدات تعمل مصنع. الكلام ده متاخر جدا. قطاع وانتوا بتعملوا مصنع وفي سوهاج بيتعمل جميل، لكن طب ولحد ما يتعمل المصنع؟ لا لحد ما يتعمل المصنع. اولا حضرتك القطاع الاعمال لابد من وضع خطه للنهوض بيه مره ثانيه، لانه هذا القطاع مهم جدا في الادويه. التيسير والتسهيل في الاستثمار في الدواء، عدم الوصول لمرحله غلق مصنع المتحدون او غلق لكتو مصر اللي هي بقف المصنع او خطوط انتاج مطلوبه لحياه مواطن، ده غير مقبول. انا بدالي سوري فشلي في الرقابه بان انا اغلق المصنع. المصنع اشتغل وعاقب المسؤول. عاقب المسؤول. خد مدير الانتاج، خد المسؤول على الانتاج. اسجله يا فندم، اعمل له انت عايزه، لكن ما تعطلش خط انتاج بيغذي بلد بحاله. ولما الوزير السابق اعترف وقال احنا تشددنا في هذا الشهر، احنا خدنا اجراء ما حصلش تصليح او ما حصلش. يعني ما تعدلش القرار ده ليه بعد كده؟ لا خلاص هو اغلق بقى وسال. هو اقول لحضرتك حاجه بمنتهى الامانه، الملفات بتتنسي. الملفات بتتنسي. يعني ملف المتحدون ده طول ما الدنيا مسقسقه وفي كم محلول موجود في السوق منسي. بس الدنيا ما بقاش مسقسقه. اول ما زنقت بدينا نركز نعمل ايه بقى؟ برضه نقعد نقول انت ناقصني الورقه دي، ناقصني المفك ده، ناقصني المفتاح ده، لغايه ما الناس تموت. اول ما يموتوا نقعد نصوت زي المركب. احنا الحقيقه ما هو ده اللي انا كنت بقوله في اول الحلقه. احنا لا وضغط على كل فعل وضغط على متاخر، ما عندناش خطوات استباقيه. الكلام ده بكره يكون في حل للموضوعين دول. على اللونج ران بقى نشوف هيئه الدواء المصريه اللي احنا دي دورنا احنا كبرلمان، هنشرع ونقنن هيئه الدواء المصريه عشان يبقى محترمين زينا زي العالم كله. تيسير ده هيئه الاستثمار ووزاره الاستثمار تشوف بقى ازاي الناس تيجي تستثمر وتحط فلوسها تاني في صناعه الدواء. الكلام ده كله عايز على المدى الطويل عشان ما اخشش بعد كام سنه في ازمه ما اعرفش محاليل ايه وازمه سرنجات ايه وازمه دراع ايه. لازم اقف من النهارده على اني الدواء والصحه امن قومي وخط احمر غير مقبول اتلعب. الاهم
اللي قالها يمكن كان دكتور حسام اللي هو المستشار القانوني، العقوبات على من يتلاعب، وقالها الدكتور محمد عبد الوهاب، على من يتلاعب اللي بيبيع ب 30. معلش يا دكتور احمد، يا ريت حضرتك تبلغ عنه. ده وصل ل 40 و45، وعجيب واعرفه جايبها منين. طب اجيب محلين بعد كده منين؟ مش مهم يا فندم اسبوع، مش مهم اسبوع، لكن لازم يعاقب بشكل، لان ده زي بعد ما تتحل الازمه هبلغ. زي اللي بيتاجر في الدولار، زي اللي بيتاجر في الدولار بالظبط، زي سوق الدولار بس اخطر بقى. انا مع حضرتك، مع روح بشر طبعا. فلا احنا في ازمه ولازم تتحل، ولازم الحقيقه المسؤولين كلهم من اعلى مسؤول لاقل يستشعر ان احنا في ازمه بجد. دكتور احمد الفار، من امن العقاب اساء الادب. انا بقول لحضرتك الشركات التي صنعت سوق سوداء معروفه. انا بطالب الدكتور مجدي واعضاء لجنه صاحب مجلس النواب فورا يعملوا لجنه قص عقاري ويعملوا طلب احاطه حول الانتاج، خطوط الانتاج وباتشات الانتاج التي تم انتاجها من المصانع المعروفه التي انشات السوق السوداء، واخص مصنع الفتح بالاسكندريه، ونشوف الباتشات دي اللي توافق عليها في وزاره الصحه راحت فين؟ اتبعت لمين؟ لان ده هو منشأ سوق سوداء. طيب هو لازم، انا لست ممن يدفنون الرؤوسهم في النار. الفاتوره لازم يتحدد فيها كل باتشه طلع منها قد ايه واتبعت لفين وفين وفين. هذا الامر بقى مش موجود معروف، لان النهارده النهارده بقى هذه الباتشات اتباعت بعشرات الاضعاف. انا بتهم من تساهل في هذا الامر بتربيح هؤلاء الجشعين، المستثمرين الجشعين، وقتل الشعب المصري، قتل عمد للشعب المصري. حضراتكم تعرفوا الحالات اللي بتتقال على الهواء، لكن في عشرات ماتوا في الصعيد اكيد ضربات شمس، ماتوا وهم اخفياء محدش يعرف عنهم حاجه. طيب النهارده يا فندم اللي صنع هذه الازمه هو اللي صنع الالبان. القوات المسلحه لما طلعت بيان قالت ايه؟ ان ازمه الالبان ان مفيش لبن؟ لا، قالت جشع المستثمرين. والمسؤول، لكن نقص هذا البيان شيء واحد بس، انه كان يحاسب من سهل لهؤلاء الجشعين والمسؤولين التربح على حساب امن المواطن وامن الوطن. النهارده يا فندم المواطن ده اغلى ما نملك، لازم كلنا نكون حريصين على توفير حياة وصحة آمنة ودواء آمن لكل مواطن في مصر. النهاردة كل ما تلاعب بأمن الوطن والمواطن لابد أن يحاسب. أما إذا أقررنا أن من أمن العقاب قد أساء الأدب فلا أمل في الإصلاح. طيب معنا أستاذ فخري إبراهيم الدقة. أستاذ فخري أهلا بيك، اتفضل. أهلا بيك يا أستاذ إنجي. أهلا بحضرتك. وتمس على السادة الضيوف وعلى الدكتور أحمد عبد الرؤوف. أهلا بحضرتك، اتفضل. أنا أقول لك الحل، يعني أقول لك الحل ببساطة يا أستاذ إنجي. بالنسبة للمحاليل الطبية، المفروض الجيش ينزل يلم أصحاب المصانع وتحفظ عليهم، والجيش ينزل هو اللي يوزع المحاليل ويشغل المصانع دي. لأن أنا واحد من الناس، الدكتور أحمد عبد الرؤوف، احمد عبد الرؤوف عند حضرتك وكلفني، قال لي مش هروح بيتي الا ما تخلق لي محاليل. لفيت على الصيدليات، ده ثاني يوم بعد الدكتور محمد عبد الوهاب ما جاب محاليل على حسابه للجهاز الهضمي. وفضلت الف وجبت محاليل من الصيدليات من القرى والارياف، وجيت المركز في حدود الساعه 11:30 بالليل، والدكتور احمد عبد الرؤوف كان موجود في المركز. يا استاذه مين اللي بيقول ما فيش ازمه محاليل؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ المفروض اصحاب المصانع دول يتحفظوا عليهم، والجيش هو اللي يمسك المصانع دي، وهو اللي يوزع المحاليل على البلد، على المستشفيات يا استاذه. وبعدين اقول لك الاداره المركزيه، يعني اصحاب المصانع هم السبب، يعني حضرتك بتقول. هقول لك حاجه جديده يا استاذه، على المتحدث الرسمي لوزاره الصحه لما بيقول لك خاطبوا الاداره المركزيه، لا، عندنا مركز الطوارئ في المنصوره خاطب الاداره المركزيه، خاطب كل المصانع كلها واصحاب الشركات، لا يرد احد، لا يرد احد يا استاذه، قسما بالله خاطبوا الاداره المركزيه، فاكسات على وزاره الصحه وعلى الوزير، ما في رد، يعني لا رد لا بالايجاب ولا بالنفي، ما فيش. مين اللي بيقول ما فيش ازمه يا استاذه؟ مين اللي بيقول؟ وعندك الدكتور احمد خاطب رئيس الجامعه، عندنا رئيس جامعه محترم، اتمنى من رؤساء الجامعات المصريه ينظروا الواحد زي الاستاذ محمد قناوي، راجل محترم والله. لو اقل موظف او عامل في جامعه المنصوره وخاطب الدكتور قناوي بيرد عليه في الحال وبيرد على المشكله. طيب زي ما الدكتور احمد قال لحضرتك، تمام، انه خاطب رئيس الجامعه. اشكرك يا استاذ فهمي، اشكرك، رد حضرتك. انا رايي ان يعني رأفت بالاقتصاد المصري. لا بس رد حضرتك على استاذ فخري الاول. على ايه؟ هو بيقول اصحاب المصانع هم السبب. مين اصحاب المصانع؟ انا مصنع مغلق، انا ما عنديش حاجه. انا موافق لو كل مصانع الدواء منتجها سلمته لاداره توزيع في الجيش والجيش هو اللي وزع، ما عنديش اي مانع.
وفعلا لو توزع من الجيش هيتلاقي متوافر وباسعار مستقره وبدون اي مشاكل، والعيان المصري ياخد بالسعر الرسمي اللي هي وزاره الصحه مسعره. ما عنديش اي مانع خالص. الامداد والتمويل بتاع الجيش يلم مصانع المحاليل كلها، كل المنتج ويتصرف فيها حسب الكوتا المناسبه لكل منطقه او لكل مستشفى او هكذا. مصر مش ناقص ان احنا نستورد محاليل، دي كارثه ان احنا لو اضطرينا ان احنا نقول مع المصانع مش كافيه خلال اسبوع. هل احنا عندنا محاليل مستورده دلوقتي؟ ما حصلش حل المشكله هيكون في عندنا محاليل مستورده دلوقتي في السوق. بيحصل احمد العزبي بيحصل عندنا بعد اذن حضراتكم، بعد اذن حضراتكم عندنا محاليل مستورده في السوق. دكتور انت حضرتك بترد بعد اذنك، في محاليل مستورده؟ لا يوجد محاليل مستورده، ولكن تم ان احد رجال المافيا الكبار تم توزيع بعض المحاليل على المعاهد الطبيه التابعه للجامعات المصريه والامانه العامه مجانا. هو كان بيسوق لانه كان عاوز ياخد زي ما قلت لحضرتك توكيل السعوديه للمحاليل وتوكيل القطريه المحدوده للمحاليل، ويبدا ان حتى الميه بالسكر والميه بالملح نستوردهم بمليارات الدولارات. الدولار الجديده ده كارثه الدولار الجديده، يكون الحاجات الاسينشال الحاجات الحيويه في مصر بنستوردها. لو كنا كوزارة قادرين على توفير الادويه الاساسيه ميه بسكر وميه بملح، يبقى الوزاره دي لازمتها ايه؟ منين غير الوزاره؟ انا عندي السعاده دار عمل الصيدله تجيب مركز ليها اداره مستقره في مصنع المتحدون وما تطلعش ازاز السوق لما هي تقول هطلعها، بس بص هنشتغل صح تحت اشرافهم الكامل. ما عنديش طبعا ما عنديش طبعا بصراحه، ما عنديش اي مشروع. اللي عايز احنا اللي عايزين والمواطن عايز، مصلحتنا ان احنا ده مصلحه والامن القومي عاوز ان المصنع يشتغل، لان هو فعلا كان بيشكل جزء كبير جدا من الاستهلاك بتاع 60%. ده جزء كبير جدا. مجلس الشعب يا مجدي بيه عليه دور كبير جدا جدا. لجنه تقصي الحقائق اتاخرت انها تكون موجوده، كان المفروض من بدري. الازمه بدات من رمضان، هم زي ما الدكتور باشا ما حسوش بيها الا في رمضان. اتمنى انتوا صوت الشعب وانتوا اللي بتدافعوا الا وجود ازمه. يا دكتور احمد انا ما اقدرش اقول ان في ازمه جايه بعد شهرين. احنا والله انا بستشعر لما الازمه تحدث. احنا كنا بنتحرك الحراك بعد كده. ما تاخرش اكتر من كده. احنا منتظرين طبعا بدايه الدوري الاعتقاد لانها لازم تتكون في فتره. يا سيدي اتمنى كمان الدكتور سليمان ان هو المصنع لازم يوفق اوضاعه في اسرع وقت ممكن. يا فندم بتعامل كل ويحاول يلتزم تماما بمواصفات وزاره الصحه، المواصفات في اسرع وقت ممكن. هنمشي على زي ما الكتاب بيقول، بس هو حتى لو في حاجات ناقصه تكمل والمصنع بيشتغل بالظبط كده. معلش انا اسف، المصنع ما يتوقفش. اقعد رابط جيب فيها يا دكتور احمد، رابط جيب دي لا لا هيطلع حاجه اضمن جودتها واللي هي موجوده. ما هو حل يا فندم، ما هو شغال 10 سنين. خط الانتاج شغال يا دكتور احمد، وانا لسه مجرد استعجال وانا لسه بجرب الحل الاخر يطلع. واساسا ما تمش ما عملش عمليه تحليل للباتش الموجود. معلش هو يا فندم حصل مشكله. مشكله كانت مشكله راي عام، مشكله راي عام في اطفال رأي موجوده عام. كانت مشكله هو راي عام. مش في موجود 6 أطفال ما لهمش اي ذنب ماتوا بسبب محلول جفاف. وعلى فكره يا باشا وبالتالي حضرتك كل شمار هو انا معترض. خير العارفين ممكن ما يبقاش من محلول. لا مين قال محلول؟ مين قال السبب محلول؟ ممكن جدا. انا ممكن انا حضرتك فين الباتش؟ فين باتش؟ انا عارف ما ماتوش الاطفال. التصرف او الاجراء اللي اتاخد كان اجراء زي بالظبط مستعمل هامر عشان خاطر دبان. بص يا دكتور احمد حاجه ما كانتش تستدعي. دكتور احمد انا مش بجرب في الانتاج لسه، بجرب النهارده مش قبل، لسه ببدا من اول يوم. ده انا شغال بقالي 12 سنه. ايوه بس انا كمان في نقطه دكتور سليمان انت قلتها وهي مهمه جدا، الكميات المحرزه. انا عندي في المستشفى بتاعتي في كميات كبيره جدا من محرز شركه المتحدون محرزه عندي. طيب. لو افرج عن بعد تحليلها بعد انا قلت وانا قلت بالظبط ليه ما بتتحللش؟ السؤال هو ليه ما بتتحللش؟ طبعا تكفيني لمده شهر. طب هل حد من حضراتكم عنده رد ليه ما بتتحللش؟ لا احنا ممنوع في جهه قرار وزاره الصحه ده محرز. انا عارفه انا عارفه الرد في الوزاره بقى وزاره الصحه ليه ما بتحللوش هذه الكميات الكبيرة من المحاليل عشان تطمنوا هي شغالة ولا لا، هي صالحة ولا لا، بدل ما تترمي واحنا في امس الحاجه ليها. لو هي مش كويسه فعلا مش صالحه تترمي طبعا، لو صالحه تشتغل. لكن لو صالحه ده في كارثه ثانيه يا فندم جاي. المحاليل دي على وشك انها تبقى خساره منتهيه الصلاحيه. احنا بنتكلم على ازمه بقى لها سنه ونص. لما تطلع منتهيه الصلاحيه من يتحمل ثمنها؟ الملايين دي مش اقتصاد قومي؟ مين هيتحمل الملايين دي؟ اصحاب المصنع. مين هيتحملها؟ في الحاله دي الكارثه الحقيقيه الان ان مين اللي عاطي الاوامر ان المحاليل ديت ما تتحللش؟ مين اللي عاطي الاوامر؟ اللي عاوز يعطش السوق علشان حد نجبر على الاستيراد.
انا عاوز يعني مجلس بنضرب الشعب. حضرتك بتقول ان احنا كده بنضرب الصناعه الوطنيه طبعاً المصريه طبعاً. وانا عاوز مجلس الشعب يركز على النقطتين دول. اول حاجه من سهل تربيح الاخر، في ناس تربحت مئات الملايين بل اجزم انها مليارات، اللي ربح المليارات ده لازم يتحاسب ونعرف ليه ربحه وهو تربح هو كمان قد ايه. والباتشات دي خرجت من شركه الفتح لمين ونجيب سيريال بتاع الباتش ده خرج لمين واتباع ازاي لحد ما وصل للصيدله بالسعر ده، والصيدله خدوه عشان يرحموا المريض المصري. الصيدله امتنعوا على الاخذ بهذا السعر، صيدلات مصر طول عمرها شغاله، وده اللي انا بقول للدكتور. لو امتنعت ايه المشكله؟ لو امتنعت حضرتك ما كنتش لقيت العيان بتاعك ما كنتش عرفت تعمل العمليه. لا. انا ما كنتش انقذت المريض اللي بيقع من طوله ومش لاقي له علبه محلول، واللي في حادثه جاي وعايز ينقذه. انا امين عام صيدله مصر، بسيب مصالحي عشان ادور على كرتونه محاليل. دكتور احمد، انا زي ما يعني شايف ان في تاخير مجلس الشعب وشايف ان في مشكله من ناحيه المصنع، انا شايف نقابه الصيدله عليها دور، لازم يكون في رقابه للصيدله. في مشكله من ناحيه الصيدله، خليني اسمعه بس بعد اذن حضرتك. في جشع من الصيدله موجود، وفي استعداد كبير للتربح، وفي مخازن. انا طبعا يعني في غير ان انا اقول اسماء، لكن انا اعرف ان في مخازن كبيره دلوقتي موجوده. مش معقول ازازه المحلول اللي انا كنت بجيبها ب 3 جنيه اشتريها دلوقتي ب 30 جنيه. المخازن ده لا يملكها صيدله، والصيدليه نفسها اللي بتتباع، هل من حق الصيدلي انه يبيع في الصيدليه بتاعته ازازه المحلول ب 40 جنيه و 50 جنيه؟ لا يموت المريض المصري. حضرتك قول لي يموت المريض المصري وانا امنع الصيدله بكره انهم يستلموا ازازه المحلول فوق سعرها الرسمي. يا تموتني يا تفلسني. هو بالظبط، هو الحل انه نشتري ازازه المحلول ب 40 جنيه؟ هو مش لاقي يا فندم. الشركات التوزيع التي تتكلم عنها المتحدث الرسمي وفشل واخفى اسمائها. انا بقول لحضرتك شركات التوزيع لا يوجد بها اي مخدوم. ما فيش محاليل بتوصل للاجزخانات بسعر رسمي؟ 10 علب على الاكثر، وبيتباع بالسعر اللي بياخده الدكتور. لا 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 طبعا لا يمكن. انا اتحدى، انا اتحدى بتتباع بنفس السعر اللي حضرتك بتتحدى. موافق تماما. طول عمري بسيب لك الصيدليات مصر. بعد اذن حضرتك انا هاخد بس حضرتك دي واحده بس. بعض الصيدليات مصر، خلينا نقول بعض يعني. اسال حضرتك، يعني بعت لصيدليات مصر لمده 12 سنه، هل سمعت مره ان هناك صيدليه باعت محلول زياده 10 قروش عن سعرها الرسمي؟ ده اغتنام للازمه. معلش ده في ازمه يا دكتور احمد. ما حدش قبل كده اتهم صيادله مصر، ولكن في هذه الازمه ما بتقولش كل صيادله مصر احنا بنتعامل. ولكن يا دكتور احمد بعد اذن حضرتك بس ما تعليش عليا في الكلام، ما ينفعش كده، ده مش اسلوب حوار. ما حدش دي واحده. لا حضرتك ما تشاورليش كده بصباعك اساسا، دي واحده. معلش خليني اكمل كلامي. اسمح ان حد يتهم صادق وانا ما بتحبش. لا بعد اذن حضرتك يا دكتور احمد، بعد اذن حضرتك يا دكتور احمد، بعد اذن حضرتك يا دكتور احمد اسمعني زي ما كلنا سمعنا كلام حضرتك في هذه الجلسه. احنا مش قاعدين بنكيل اتهامات لبعضنا البعض. احنا مش دورنا ان احنا نتهم، احنا بنشوف ازمه وبنحلها بالظبط عشان دي ارواح المصريين. احنا مش بنكيل اتهامات لحد. بالتاكيد صيادله مصر صيادله شرفاء، ولكن بالتاكيد هناك فئه منهم ربما تكون قد تريد ان تتربح من هذه الازمه. ممكن فئه منهم يبقوا جزء من هذه الازمه بالتاكيد. زي ما في دكاتره شرفاء ودكاتره غير شرفاء، زي كل المهن. هاكد على كلام حضرتك. انا فعلا صيدلات مصر، انا فعلا في صيدليه انا اشتريت من 35 كان سعر الازازه. انا مؤكد وحاسس ان كان في مشكله. صيدلات مصر انا زي ما اشتريت 10 كراتين سعر الازازه الواحده 35 جنيه، انا اشتريت كراتين ثانيه من صيدليه ثانيه في المنصوره برضه ب 6 جنيه ونص. وبالتالي في ناس شرفاء وناس محترمين وحاسس بالازمه وعايز يساعد الناس، وفي واحد بيغتنم الازمه اللي موجوده وعايز يبقى زي ما بيقولوا سري حرب. يعني في نقطه بس ينفع 20 30 يعني انت لمحت لشركه بعينها لمحت لنوع من انواع المافيا او في حاجه في الكلام ده كله. حضرتك لما بتقول مجلس الشعب لو احنا عايزين نعرف الادوات الرقابيه بتاعته طلب الاحاطه، ده كلام انا بقول لحضرتك دكتور احمد انا بتهمك بكذا كذا، تيجي انت تقعد معايا جلسه استماع او كلام بتقول والله انا ما عنديش اتهامات، ادي الكلمتين دول وخلاص، السلام عليكم الف سلام. السؤال نفس الكلام بترد عليه، لكن الاداه الرقابيه اللي الاستجواب
هو ده الاداره الرقميه الاقوى الاستجواب. في كذا استجواب مطلوبين حقيقه لم يعرضوا لغايه دلوقتي يمكن في الدور الانقاذ ده ما بيبقاش من الاعضاء، ده بيبقى من هيئه الانتخاب اللي بتقول هنقدمه امتى وتبع الدور. وفي او يعني بس اللجنه لها دور، معلش مجد اللجنه بتصعد استجواب من 60 لجنه استجواب حضرتك يعني لم يصار الموضوع داخل اللجنه برضه نقطه. لا 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 نقطه مهمه جدا يبدو انها لابد ان تكون جليه. الاستجوابات وطلبات الاحاطه تذهب الى هيئه مكتب المجلس وليست اللجنه. صح. ثم يحيل تحيل هيئه المكتب المجلس الطلبات الاحاطه والاستجوابات على اللجان المختصه وفقا لوجهه نظر هيئه يعني المكتب. هي مش بتروح لحضرتك الاول في اللجنه؟ لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم. عشان كده عشان كده هي لما بتجيني ببدا اشتغل عليها. ما جاتنيش انا ساكت. طب مش من حق حضرتك من حق حضرتك تدعو لجلسه استماع اللي عملناه هو ده اللي وجبنا الدكتور احمد وجات ولجنه تقصي الحق لجنه تقصي الحق من حقنا ان انا اطلبها وده اللي احنا طلبناه. لجنه تقصي الحقائق هي 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 السلطه الرقابيه الاقوى للبرلمان اللي تقدر بقى تخش في الحته اللي بيقول عليها الدكتور احمد دي اللي هي ايه شركه كذا اروح لها طب الرقابه على الارض دي بقى. لكن انا بطلب احطي باستجوابي حتى بسؤالي ما اقدرش اوصل للكلام اللي بيقوله الدكتور. هو ملف احنا دي اللي احنا الامل محتاج لجنه تقصي حقائق هذا الملف في انتظار بس اللي يعني نتمنى انه ما ياخدش وقت طويل. يعني نتمنى انه ما ياخدش وقت طويل. انا الحل الازمه ده اللي ما ياخدش وقت طويل وده الاهم انه يبقى بكره بعد الجلسه دي كلها يا ريت الاذان اللي سمعت واستمعت بكره نبقى في قرار كده يسلك صدور المواطنين ويسلك صدور الدنيا. نتمنى ذلك ان احنا في حلقه بكره يبقى معانا وطرح الكميه اللي موجوده لو كانت سليمه طبعا والبدء بقى في اجراءات للحد من هذه الازمه فورا لان دي محتاجه فورا. اما لجنه نتمنى وزاره الصحه تكون سمعتنا. محتاجين لجنه فنيه تكون عندها رد، محتاجين لجنه فنيه تحلل لنا هذه الكميه. صالحه تمام نضخها، مش صالحه نعدمها. محتاجين رد، واتمنى الرد ده يبقى بكره ان شاء الله من حضراتكم، لانه يعني لو سكتوا اكتر من كده هيثير اسئله اخرى. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دكتور سليمان مصطفى احد المساهمين في احد مصانع المحاليل المتوقفه، اشكرك شكرا جزيلا. دكتور احمد عبد الرؤوف مدير مركز جراحه الجهاز الهضمي في المنصوره، اهلا بحضرتك وشكرا نورتنا. وايضا دكتور مجدي مرشد رئيس لجنه الصحه في مجلس النواب، اشكر حضرتك نورتنا. وايضا دكتور احمد فاروق الامين العام لنقابه الصيادله، اشكر حضرتك نورتنا. اذا مشاهدينا موضوع ننتظر لحل سريع ليه ولردود اكثر سرعه بكره ان شاء الله.